لون حياتك بإيدك عيش سعيد وشوف اللي في إيدك عيش سعيد أملك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب بتقدم هتشوف أرباح 24 ساعة ليل دي أو غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد يا مساء السعادة على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من عيش سعيد ويا رب دايما تكونوا سعداء ومبسوطين وكمان بتستمتعوا معانا بحلقات عيش سعيد مساء الفل يا لولو سوها عاملة ايه؟ ألوان الصيف والبحر هل علينا كل حلقة حرمكي من حاجة مش عارفة تصيفي انا اصيف لك عادي تمام لازم تحط لنا تاتش بحر كده وصيف في اي حلقة ما بص الصيف احنا اتفقنا حيوية نشاط ألوان بهجة حاجات كتيرة قوي حلوة عندنا ايه بهجة ايوه بالظبط كده مساء البهجة بقى والسعادة عليكم بما ان جبنا سيرة البهجة يا رب دايما كده على طول في حالة من السعادة وعايشين سعدة يعني احنا اسم البرنامج بتاعنا عيش سعيد دايما بنخليكم بنحاول على قد ما نقدر في الساعتين دول تكونوا عايشين بقى بره المود اللي فيه ضغط او ستريس او فيه زعل او فيه قلق او فيه اي حاجه وتيجوا تفصلوا معانا واحنا كمان والله يا جماعه بنيجي نفصل معاكم في الساعتين دول وبنبقى بره العالم شويه بنهزر بنضحك بيبقى عندنا ضيوف عندنا مواضيع وعندنا حاجات مختلفه كتير انا وزميلتي اللذيذه سهى حبيبه قلبي طيب. طبعا هيكون عندنا النهارده اخبار لطيفه وهنلعب العابنا اللذيذه المسليه اللي بقينا ضعفه شويه فيها محتاجين نذاكر ونبذل مجهود شويه يعني الناس بتجتهد تنجح احنا بنجتهد انا حاسه ان المستوى مش يعني. ما بقاش قد كده وضيوفنا النهارده بقى مميزين جدا لاننا نقدر نقول حلقتنا النهارده كلها عن رياضات مختلفه شويه هنتكلم عن سباقات العربيات مع حد من الناس الشاطره جدا في المجال ده ماركو سكر وكمان عندنا فقره ثانيه هنتعرف فيها اكتر عن البايكس مين يا جماعه بيحب سواقه البايكس بيحب يتفرج على الناس اللي بيبقى شكلهم لذيذ قوي وهم ماشيين كده على طرق السفر ومترتبين وماشيين في لاينز معينه الناس دي هيكون معانا واحد من العالم بتاعهم عالم الموتوسيكلات او البايكرز هيكون معانا احمد حمائي اللي هينورنا النهارده هيكلمنا عن الموتوسيكلات وشغفه للموتوسيكلات اكيد النهارده كمان عندنا موضوع لطيف جدا يا سهى وهن طبعا هندردش فيه انا وانتي وهنسال الناس لو دلوقتي معاكي طاقه الاخفاء لمده 24 ساعه هتختفي هتلبسيها كده تختفي هتحبي تروحي فين ولا هتعملي بيها ايه ولا مش هتستخدميها اصلا لان في ناس تقول لك ايه ده يعني هاتيلي فلوس احسن ايه طاقه الاخفاء اللي انت جايباها لي دي فلو تخيلتوا كده معاكوا طاقه الاخفاء لمده 24 ساعه هتعملوا بيها ايه ده الموضوع 24 ساعه بس عارفه لو بس يا جدع ما خلاص بقى هو ال 24 ساعة طيب قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة زي ما انت قلت عندنا ضيوف لذيذة جدا وعندنا اخبار وحركات والعاب وكده خليني اسألك هل انت شايفة نفسك شخصية محظوظة يعني انت في حياتك كسوها وانت بتقعدي تتأملي كده وانت قاعدة مع نفسك وانت قاعدة بتفكري بتشوفي نفسك محظوظة هل انت لازم تنكشينا في اي موضوع قبل ما نبتدي الحلقه لازم اسئله وجوديه كده تسبايس اب الحلقه يعني فاهمه بصي الحظ مهم جدا ولو شخص محظوظ ده بيبقى طبعا يعني عنده حتة زيادة ان هو محظوظ بس الحظ مش كل حاجة ممكن الحظ يديكي فرصة بس الشطارة هي اللي بتكمل معاكي فانا شايفة ما ينفعش يبقى حظ بس ولا شطارة بس انا بسألك دلوقتي سؤال محدد تاني الحمد لله انا شخص محظوظ انت شايفة نفسك محظوظة الحمد لله يعني somehow لان الحمد لله بيبقى قدامي صدف حلوة في حاجات ايوه حاجات في ناس تانية بتبقى يعني شايفه ان هي شاطره قوي بس مش محظوظه خلي بالك يعني في ناس بتقول انا شاطره قوي وبجتهد وبعمل اللي عليا بس عارفه اللي هو ده انت نحس عارفه اللي هو ده انت نحس كان في حد لسه قاعد معانا وقايم دلوقتي ليه علاقه بالمجال اللي انت بتحبه مش عارفه ايه فعارفه اللي هو الفرص اللي هي ده انا نحس قوي يقعد يقول ده انا نحس ايه لا بس هو ده غلط لان انت مش احنا اتكلمنا قبل كده قانون الجذب انت لو شايفه نفسك محظوظه على فكره احنا عدينا بحاجات كتير قوي علشان نوصل ان احنا نبقى محظوظين ولا قاعدين بنتكلم معاك ولا كده فهو أكيد.
مش كل الحياه فرص واصل ده جات له فرصه على طبق من لا ده مش طبيعي. بس انت لو عندك سنه بس ان انت تقول ان انا محظوظ فقانون الجذب يجذب لك شويه حظ وتلعب معاك في اي حاجه ولا صدفه تجيلك من هنا وتجيلك من هنا مع شطارتك اللي هتثبت فيها نفسك بس كده انت عديت. لا بس عديت. انا ممكن اكون محظوظه في حاجات تقسيمك من الشغل على جنب، محظوظه باصحابي، محظوظه باهلي، محظوظة بنفسي أصلا بشخصيتي. أنا مش محظوظة في اختياراتي. اختياراتي مدمرة حياتي. لا ففي الحظ مش بس في الشغل، لأن خلي بالك الشغل ده بحسه بيروح ويجي، لو ربنا كتب لك حاجة معينة بجد هتشوفيها، محدش بياخد رزق حد. لكن في ناس بتبقى محظوظة قوي ما شاء الله في أصحابها، عندها مثلا كوميونيتي صحاب الله أكبر، يعني حاجة كده ألذ من اللذاذة. ناس محظوظة في عيلتها ومش محظوظة قوي في أصحابها، العكس. ناس محظوظة قوي مثلا هي عندها شكل حلو، أصل خلي بالك الشكل الحلو حظ، يعني أنت محظوظة بالنعمة الحلوة دي إن ربنا مديكي حظك إن أنت حلوة، فاهمة؟ حظك إن أنت عندك حضور. طبعا يا سوا محدش يقدر ينكر يا كاريزما انت جامد، حظ ان انت عندك شخصيه مرحه وخفيفه الناس بتحبها. فانا بحس كل واحد عنده الحظ في حته معينه، مفيش حاجه اسمها انسان مش محظوظ، كلنا محظوظين بس في حاجات مختلفه. عارف انت الحظ اهو انت الحظ يا حظ. طب يا جماعه هي قلبه معانا حلقه مغنى، فنروح لفاصل ونرجع تاني على طول، خليكم معانا. طب لينا انت لو هتخفي حاجه معينه من الحياه هتخفي ايه؟ حاجه مش حد. حاجه؟ المرض. المرض بكل اشكاله وانواعه. برافو لولو. ما هو المكان الوحيد الذي تتواجد فيه المحيطات لكن دون ماء. لا سهله قوي. يعني انا من الناس اللي هي اخذت المفتاح من ورا اهاليها ونزلت جربت بقى ده بيعمل ايه ودي بتمشي ازاي وكده لحد ما الموضوع اتعرف. إيه يعني كانش في اي كارثه عملتها لغايه ما عرفت ده بيعمل ايه وده بيمشي ازاي؟ هو انا عملت كارثه بس هم ما عرفوهاش. يعني طب لا ممكن نعرفها. هم عرفوها دلوقتي. هم عرفوها خلاص. هم دلوقتي عرفوها يعني. اوكي. بالنسبه لسواقه البايك كسواقه انا بسوق من وانا صغير. يعني من سن 15 سنه وانا طالع. كان طبعا اياميها البايك ما كانش فيه مواتير كبيره عندنا في مصر. كان اقصى موتور قوته 150 حصان، فطبعا ده ال 150 ده كان بالنسبه لنا او 150 سي سي مثلا، رايت؟ ده بالنسبه لنا موتور صغير بالنسبه للموجود حاليا. احنا بنتكلم دلوقتي في مواتير زي العربيه بالظبط 2000 سي سي و2400 ولحد 6 سلندر مواتير في البايك. رجعنا لكم على طول علشان نشوف موضوع حلقتنا النهارده ونشوف كده لو هيكون معانا طاقيه لخفه لمده 24 ساعه. 24 ساعه بس يا جماعه، يا ترى ممكن تعمل بيها ايه؟ على طول كده هبدا واسال لينا، لو عندك قدره الاختفاء 24 ساعه هتتصرفي ازاي؟ هختفي من العالم كله. ايه ده؟ هقعد لوحدي هحلق كده. انتي مستحيل. هقعد اتفرج كده اللي هو انتوا مش شايفيني. لا والله بجد هختفي من هفصل تماما، هبقى لوحدي خالص وهو بقى بجد الف. طب ما انت ممكن تفصلي من غير ما تلبسي طاقية الإخفاء. لكن تلبسي طاقية الإخفاء وتيجي تقعدي مثلا هنا معانا في عيش سعيد. لا ما فيش حاجه اسمها كده. لو حد شايفك هيطلب منك، بصي في ناس كده لو شافت وشك هتطلب منك طلبات، هتسالك على حاجات، هتخترع لك اي حاجه من المريخ. فليه؟ فانا هختفي تماما. انا مع يعني مش معاكم ال 24 ساعه دول، سيبوني بقى هروح بقى اسافر. انا مش عارفه هلحق اسافر ولا لا. مفيش وقت. مش هلحق صح؟ لا لا 24 ساعه ايه ممكن الف بقى، ايه اروح اشوف الناس بتعمل ايه في المدينه من ورايا في الشغل يعني، فاهمه؟ هستسكى بقى اشوف الناس بتقول ايه عليا من ورا ظهري. طب انت بجد فعلا هتعملي ايه لو فعلا هتختفي 24 ساعه؟ سيبك من طاقه لخفه. بصي صراحه انا هتختفي. لا انا هقلبها هزار. يعني هروح لكل الناس اللي بتترعب من حاجات وهزر معاهم الهزار ده. يعني مثلا اي حد مثلا بيخاف يقول لك لا لا انا ما احبش اجيب سيره ما اعرفش ايه، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. عارفه ازاي؟ ممكن اروح على مكتبهم اعمل لهم كده وامشي تولعي في اللي بتاعه تجري. عارفه اجي مثلا جنب ودن حد واقول توت مثلا ما هو مش شايفني. لا انا انا هقضيها ال 24 ساعه دول. انت عارفه العادي بقى. هطلع عارفه القديم والجديد على كل اللي هزر معايا هزار. انت مثلا هجيب لك صرصار واحطه لك عشان انت لعبتي معايا لعبه القطه قبل كده. أيوة. كنت مبسوطه قوي. طبعا انت ازاي ما فكرتيش تجيبي لي قطه وتسيبيها جنبي وتمشي؟ لا حرام، عملتها فيكي مره مش هعملها تاني. بس في ناس تقعد
تفكر تقول لك لا انا بقى ايه هستسكى واعرف الناس بتقول عليا ايه من ورايا واعرف مين اللي بيحبني بجد واللي ما بيحبنيش بجد وبيقولوا عليا ايه وبيعملوا ايه وانا مش موجوده ما يقولوا دي الشغله نفسها قوي اللي هو مش مهم ما يقولوا ايوه يحبوني اهلا وسهلا ما يحبونيش اهلا وسهلا برده ما فيهاش حاجه ايوه حاجات كتير لكن اصلا انا فكره ان انا اعرف الناس بتقول عليا ايه من ورايا دي انا مش حابه اعرفها لو عندي الاوبشن اصلا مش عايزه اعرفه لان انا اللي هتضايق هما في الاخر هما مش هيتضايقوا لكن انا اللي هبقى متضايقه ان انا عرفت ان انا الله ده انا بحب الناس دي فده طول عمرهم ما بيحبونيش وكمان بيتكلموا عليا لا خليني ما اعرفش احسن ايوه صح او خليني في الهزار والفرفشه واروح اهزر معاهم واروح اغلس عليهم واقعد كده بلاش دراما واروح اشوف ده بيتخض من ايه واخده واقف لحد ورا الباب واطلع له حاجه بتطير لوحدها ايه ده المعلقه طايره لوحدها الحاجات دي هتبقى لذيذه قوي بس عارفه يا سوا ساعات كتير مننا الى جانب بقى طاقه الاخفاء بتكوني محتاجه فعلا تختفي فكره ان انا عايزه دلوقتي انعزل مع نفسي بحبها انا هش فس كده دماغي انا عايزه دلوقتي اقعد لينا مع نفسها او سوها مع نفسها مش عايزه حد يكلمني في حاجه مش عايزه اتكلم في مشاكل مش عايزه اتكلم في شغل او في وجع قلب انا عايز اقعد مع نفسي اللي هو مي تايم مش عايز مكالمات وعلى فكره ساعتها فعلا بتقفلي بقى السوشيال ميديا او بتقفلي الموبايل او بتعملي ايروبلين مود وتقعدي بقى تشغلي فيلم وبصه للسقف كده عارفه اللي هو المود ده بحبها قوي بحس كمان ماتش نيدد كتير يعني بيبقى لازم بيبقى مع ضغوط الحياه عندك 100 حاجه بتعمليها في يومك دلوقتي بقينا ننام نحط راسنا على المخده ستيل دماغنا شغاله فعلشان تفصلي الفصله دي لازم فعلا يوم كامل ما تمسكيش موبايل يعني تطمني على كل الناس اللي حواليكي اللي بتحبيهم وخلاص. طبعا كلنا عندنا ناس قريبين مننا بنحبهم لازم نطمن عليهم وعلى ان هم كويسين كل امني كل الحاجات اللي حواليكي وسيبي الموبايل في حته بعيده عنك صح لان هو طول ما هو جنبنا احنا هنمسكه خلاص بقى حاجه لا اراديه انت طول الوقت بتبصي وتشوفي والنوتيفيكيشنز وتطلعي من الابلكيشن دي على الابلكيشن دي ومن الابلكيشن دي للابلكيشن دي انت طب احنا معانا يا سهى دكتور ايمان عبد الله هي طبعا استشاريه محتاجين طبعا حد يفصل ما بيننا طبعا وهي اللي هتقول لنا هل اللي احنا بنتكلم فيه ده طبيعي وصحي ولا مش صحي يا دكتور ايمان الو 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 ازي حضرتك عامله ايه منورانا في عيد سعيد يا اهلا وسهلا بحضرتك ده نورك يا ست الكل اهلا وسهلا ربنا يخليكي مستير حضرتك انا وسهى بندردش موضوع لذيذ جدا وهو أيوه. ساعات الواحد بيكون محتاج فتره يختفي كده عن كل المسؤوليات وكل الشغل والحاجات اللي وراه ويفصل تماما ويقعد مع نفسه هل الموضوع ده صحي ولا مقلق بصي اولا انا بشكرك جدا على موضوع الحلقه وعلى النقاش الحلو اللي انا سمعته ده وبحييكم على برنامجكم المتميز طبعا ميرسي يا حبيبتي شكرا الله يخليكي بصي هو الاختفاء يعني وان دل فدل على شيء في حياه الشخص مش متزنه بمعنى انه في شيء ضاغط جدا عليه زي ما حضراتكم اتكلمتوا وطبعا هو محتاج في الفتره دي بيبقى محتاج بريك محتاج اهتمام خلي بالك محتاج رعايه لانه حالته احنا بقى بنسميها في علم النفس يعني مش على ما يرام يعني مش الحاله اللي هي الجيده نفسيا هو بيبقى عايز يفصل نفسه لانه عليه لود كبير جدا ممكن احيانا الناس بتفصل نفسها علشان بتبقى حاسه بنوع شويه من الحزن خارجه من علاقه مش كويسه صح. عندها ضغوط في العمل او حد مضايقها جدا في العمل او حتى بين الزوجين او روتين يومي مسؤوليات او روتين اليوم اطفال برافو عليكي اللي احنا مش بنعرف نخرج منه مع الاسف وده اللي بيخلينا نصل لحاله ان احنا عايزين ننفصل يعني عارفه وبيبقى حاله الشخص مش جيده يعني اذا حالته النفسيه وحالته الصحيه ممكن يبقى هو تعبان جسديا تعبان جسديا فيبدا هنا يقول لك انا متالم انا تعبان انا عايز اقعد لوحدي فهنا بيفتكر دايما واحنا بنعتقد في تفكيرنا انه الموضوع ده موضوع مريح ان انا هروح اختفي كده شويه والعيال ودوشتهم والراجل ونكده والشغل وقرفه هنقعد نقول كده لنفسنا وناخد بعضنا وايه ونروح حته محدش وفي الاخر ما بنعرفش نروح الحته دي اصلا زي كل الامهات المصريه كده لما تقول والله لا اختفي وما حد يعرف لي طريق جره هي دي بالظبط على فكره انت قلت حاجه مهمه جدا ودايما الناس تقعد تقول لي هو احنا ليه بنقول كده؟ هقول لك ليه بقى؟ هقول لك ليه؟ اولا في حاجه في علم النفس يمكن المصطلح ده ناس كتير ما تعرفوش هي متلازمه يعني بس احنا هنقولها بشكل افضل هي اسمه الاضطراب المفتعل يعني ايه الاضطراب المفتعل؟ الاضطراب المفتعل ده نوع من انواع المعاناه اللي بتبقى عندنا
وبنظهر جزء منه في العرض. انا زهقانه، انا تعبانه، سيبوني دلوقتي، ده كله ليه؟ علشان اجذب الانتباه. طب وده اساسه ايه؟ اساسه ان العقل بيتعامل مع الضغوط باكتر من طريقه. اما انه العقل ما يقدرش على الموضوع بتاع الضغط ده فيعمل عملية هروب هي اللي احنا بنسميها اختفاء، يا اما حاجة تانية يبدأ حالة من التهديد، يعني يقولك ايه يانا يانتا انا خلاص يعني بصي، يا اما الجمود، يعني تبقي واقفة كده بتتكلمي كأنك بتتكلمي مع نفسك مش مع حد، بتبقي وصلت لمرحلة من الجمود او مرحلة من التملق، يعني ايه حاضر نعم انت جميل انت عايزه ترضي الناس تمام كلها. تمام انتوا كلكم تمام ده كله تمام. فده ليه؟ لانه المخ بيتعامل مع الضغوط بالشكل ده. أوكي. لانه لو ما عملش كده ممكن ينفجر. فبالتالي احنا فكره الهروب من وسط اربع حاجات اهي اللي هي القتال او الـ او الـ او التهديد والجمود والتملق والهروب اللي هي اللي احنا عايزين نخرج ونختفي. فهنا الشعور مع كل ده، الشعور بالارهاق يخلي الانسان الضغط بتاعه يزيد، فبالتالي يفكر في اي حاجه من دول يجري ليهم. هنا في حاجه بقى عند الامهات اللي هي بتبقى ايه، انت عارفه احنا كلنا يعني او احنا كلنا تربينا مع امهات، انت كمان بتدي، انت شخص عاطفي، بتدي من غير حساب. فبيجي ساعات وقت عندك تقولي ايه انا مكان في ايه، انا ايه دلوقتي، انا اتنسيت، انا فين بقى. وانا لو اختفيت حد فيهم هيعبرني، حد فيهم هيسال عني، حد هيقول انت فين، ده انت كنت ماليه حياتنا. فهي احيانا الانسان على فكره دي طبيعه مش مرض، بيبقى عاوزين نشوف مكانتنا فين. ودي بتحصل ما بين الامهات، ما بين الازواج، او في العمل، او في اي مكان. احيانا الانسان يبقى عايز يشوف مكانته بعد عطاء مستمر، صح، فينسحب عشان يشوف هم هيعملوا ايه، عشان تعرفوا امتى. ايوه انت هربتي قبل كده من البيت؟ انا هقوم واسيبك يا لينا دلوقتي عشان تعرفي ايه. مع السلامه حبيبتي، باي باي. لا مؤاخذة. طب يا دكتور قولي لي، لما احس بالاحساس ده، لما احس ان انا محتاجه افصل، او احس باحساس ان انا عايزه انعزل عن الناس، او ابقى في مكان لوحدي، المفروض اتصرف ازاي؟ انا كده عرفت ان هو في سنه اضطراب، فاتصرف ازاي بقى؟ في سنه اضطراب. بصي، احنا عايزين يبقى الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي من خلال برنامجكم الجميل يبقى قاعده عامه عندنا كلنا، ويبقى عندنا الثقافه دي. ثقافه التقليل من الشعور بالارهاق والضغوط اللي بيؤدي الى شعور بالعجز. نعمل ايه؟ اولا لازم ندي نفسنا بعض الوقت. احنا ما عندناش احترام للوقت. لازم تدي نفسك، انا ما بقولش ندي اولادنا وندي حبايبنا، لا، ادي نفسك بعض من الوقت. بره بيقولوا عليه وقت المديتيشن، وبيخصصوه ان انت حتى لو في نص العمل، افرض انت جايه تسجلي النهارده حلقتين ثلاثه، هتعملي مش ممكن. مش ممكن الحلقه الاولى تبقى زي الثانيه. فدي نفسك بريك، حتى البريك ده بيبقى عباره عن مكان تاخدي فيه تنفسات، ممكن تخشي اوضه الميك اب، تخشي اي غرفه فيها هدوء، وتدي نفسك بعض القسط من الراحه. اشربي فيها ميه، اشربي فيها فنجان القهوه. وينفع اصوت في الاوضه دي ولا ما ينفعش؟ براحتك، تعملي اللي انت عايزاه، بس بقى بعرف. بس انا خايفه حد بره يسمعك يقول لا في حاجه جوه. لا لا والله، في نوع من انواع المديتيشن هو بيدخلوا اوضه والله بيصرخوا ويكسروا حاجات. ايوه. هو لا طبعا، بصي، ولا يخليكي تستعيذي عن ان انت تصرخي وتكسري. هو ان انت اولا بتاخدي تنفسات عميقه، وممكن كلنا ندخل على جوجل نكتب ايه التنفسات العميقه دي. تدي نفسك قسط من الراحة، حتى لو مش نوم، يعني احنا كنا بنسميها حاجة خفيفة، اشرب قهوة بحبها كده، اي حاجة بتحبيها، اي حاجة بتحبيها تعمليها. وفي حاجة كمان ثقافة احنا غايبين عنها جدا، ودي يمكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي القيلولة. ايوه طبعا، القيلولة غير المقصود بها ان احنا نروح ننام، لا، هي الفترة دي بيبقى الجسم محتاج جدا شوية هدوء، ونطفي الانوار ونبعد عن الاصوات، اللي هو بنسميها كمان التأمل الذهني. حاجة تانية بقى هتخلي الدوبامين عندنا يرتفع، ايه يعني؟ ما نقعد مع ناس دمهم خفيف زيكم كده ونقعد نضحك شوية. يا حبيبتي ربنا يخليك يا دكتور. بجد نتفرج على حاجة كوميدي ونتبسط، نسمع مثلا ميوزك، نغني مع بعض، نتمشى شوية، لأن في حاجات بتعلي الدوبامين من غير ما نكلف نفسنا شوية حاجات كتير. يتفرجوا على عيش سعيد. ما هي أقدر مثلا طبعا. عايز تاني أكتر من كده. والله معلومات حضرتك مهمة جدا وبجد قيمة. طبعا دكتور إيمان عبد الله استشاري الصحة النفسية، بنشكر حضرتك جدا جدا، وإن شاء الله تنورينا بقى في عيش سعيد إن شاء الله في الاستوديو. إن شاء الله. إن شاء الله، باي باي. والله الدكتور قال الكلام زي الفل، لان بس انا حاسه ان انت محتاجه ان انت تصرخي، ومحتاجه ان انت تعملي، لا، فكره ان انت الشكوى كتير. هي قالت ان
كتر الشكوى وكتر انا اصل انا تعبانه حرام عليكم انا قرفانه انا مرهقه انا بصوا جسمي بصوا ده ده بيجيب المرض اصلا ده بيمرض صح بنجذب بقى كمان طاقه سلبيه بالظبط اوكي خلونا بقى نروح نشوف راي الناس في الشارع لو معاكوا طاقه لخفه لمده 24 ساعه ممكن تعملوا بيها ايه انا هشوف دلوقتي في التقرير افكار رهيبه يلا بينا يلا بينا ممكن اركب الطياره واسافر واطلع على فرنسا هروح عند اصحابي واشوف هما بيتكلموا على ايه من ورايا هروح مثلا اماكن ما ينفعش اخشها بتاعت الولاد مثلا اروح على القهوه بالليل محدش يعرف هروح اماكن بجد ما ينفعش اروح ايوه اكيد طبعا هساعد الناس المحتاجه 24 ساعه لا ممكن تبقى كفايه مش هتعملي حاجات كتير ايوه بقى كتير مثلا يقعدوا اسبوع اخلص مصالح الناس التعبانه وبعد كده اشوف مصالحي لا لو مجرد على الفسحه بس يعني ممكن نتفسح ونرجع تاني عادي مش مشكله لا ممكن اختفي اكتر طب معاه شويه لا يا ريت تبقى معاه على طول دايما لو اخفى حد محدش يقدر عايز اخفي عايز الكل لا محدش مضايق اخفي حد بطريقة الإخفاء اخفي مين لا ما عنديش عداوه مع حد ممكن اخفي حد من ولادي اخفي بيها ما بتاع ده الاكس كل اصحابي اولهم ريهام شادي اخويا هو ممكن يبقى شعور وحش حسيت بيه من فتره يعني فهو ده ممكن اخفي انما ما فيش حاجه معينه زي ما انت شايفه كده اهو ما شاء الله يا جماعه في بجد والله ناس كانت في جرايم هتحصل في واحده قالت اخفي ولادي ايه حاجه ما ينفعش نخفيهم ازاي دول زينه الدنيا دول الحاجه اللذيذه في البيت يعني تقول لك قالت لك انا كمان ممكن اختفي اكتر من كده يعني انا 24 ساعه ايه حط زود يا باشا ما يهمكش عارفه لو اخفيني خالص طب لينا انت لو هتخفي حاجه معينه من الحياه هتخفي ايه حاجه مش حد حاجه المرض بكل اشكاله وانواعه برافو لولو مش عايزه حد تعبان يعني والله بصي عارفه في حاجات كتير قوي لازم تختفي في حياتنا يعني سلوكيات وحشه بس اكتر حاجه المرض ما يبقاش في حد عيان ولا بيتالم ولا تعبان دي احلى حاجه في الدنيا يعني دي تحسي كنز الدنيا ان الواحد يكون برافو لولو كده. برافو وانتي لا انا يعني مش قادره ابقى عميقه دلوقتي فانا عايزه اقول لك ان انا لما بحب اخفي حاجه ما بلاقيهاش بعد كده طب قمت وجبتها لك مهمة قوي يعني جبتها لك بقى عارفه اللي هو ماما فانا دايما كتير ده بيحصل معايا طول الوقت ان انا احب ابقى محرصه على حاجه قوي فعايزه اخبيها في حته عشان ما يعني ايه احافظ عليها اديني شويه انا اصلا شخصيا مش هلاقيها اصلا ما بعرفش خبيتها فين اوكي خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا استنونا ولسه مكملين معاكم عيش سعيد وزي ما سهرت لكم بنستنى الفقره دي بصوا فارغ الصبر اي نعم فشله لكن برضو بيبقى اي حاجه فيها العاب احنا دايسين معاكم فيها يلا هتساليني يلا ابتدي بقى العب معاكي اول لعبه معانا النهارده ونشوف كده هنا في شاشتنا اللذيذه يلا لين اختلافات ثلاث اختلافات ماشي سريعا هقول هوب. لك واحد لا استني حبيبتي استني اهمادي عليا شويه اهمادي عليا اثنين انا ولا واحد بس هو ايه القط السمكه ده ما حد هو ده اختلاف في ذات حد يعني في ذات حد ده اختلاف حد ذاته دي قطه البحر انا تقريبا اتجننت طب استني هي عروس البحر ودي قطه بحر بس هي صعبه التحت اللي هي اللي زي الشعاب المرجانيه دي ناقصه واحده وهنا ماشي في شعبه ناقصه ده اول اختلاف انت شايفه حاجه انا مش شايفاها شايفه حاجتين وشويه هقول لك تايم يعني بصي ايه ده ما لولو ماه. كان في ودن قطه اصغر من ودن قطه يا شيخه انا نفسي في ودن القطه دي وكان عندنا هنا شعر القطه اتفضل اهو ازاي يعني لولو بين القطه اللي جايه دي لعبه اصعب من لعبه يوم السبت اللي هي لعبه عروستي دي لعبه اصعب الليفل عندنا مختلف عندنا فزوره حلوه صغيره مش تفضل لغز يا اموره بس
أستاذة لينا دولة أوروبية جميلة من 6 حروف، لو حذفنا آخرها أصبح اسم حيوان. لو حذفنا آخرها آخر حرف. صعبة جدا. آخر حرف يبقى حيوان؟ أو والله صعبة جدا. ما أكيد. طب ما فيش اختيارات. ومن دلوقتي أنا مش هجاوب فزورتي. من قبل ما أعرفها أنا مش هجاوب. لا بتاعتك سهلة أوي. ما هي دي إجابتها قدامي سهلة. ما تحاولي تسهليها معايا. هو حيوان مش متعارف عليه. ايوه يا سهى. طب الحيوان ده لما يكون واحد كده مقطع السمكه وديلها بيقول له ده انت ايه؟ النمسا. بيقول له ده انت ايه؟ ده برافو. اوكي حلو. يلا يا لولو هتلعبيني انت بقى. يلا بينا. اتفضلي. اول حاجه معانا الصوره، شوف الصوره بتقول ايه. يلا بينا. يا الله. طيب الشجرة من اليمين مالها؟ اهي حبيبتي هنا دي مقفولة هنا دي مفتوحة. تاني حاجة السور اللي ورا تاني واحدة فيه، دي داخلة لجوه دي طالعة لبره. ماشي. رجلين اهي تمام. الشعر شعر دقنه تمام. السمايل اوكي. مناخيره في مكانها، عينيه في مكانها. لا هي واضحة. قصته 1 2 3 4 5. قصته 1 2 3 4 5. ها فاضل الودن اليمين. برافو. لا يا جماعة جابتهم صح كلهم. برافو عليك يا سهى، مركزة معانا النهاردة. أنا مش هحل الفزورة، احنا متفقين. أهو بس كده. برافو عليكي. لا عايزة أقول لك والله إن فزورتك سهلة بجد، والله فزورتك سهلة. ماشي تعالي نشوفها. يبي اديني هنت كده زي فاكرة النمس. لا بس تشوف تتفاجئي أنا حاسة. يلا بينا نشوف الفزورة. يلا بتاعك. ما هو المكان الوحيد الذي تتواجد فيه المحيطات لكن دون ماء؟ لا سهلة قوي. انت بتحبيش ايه في المذاكرة؟ الخرايط. يا الحمد لله. مبروك يا بنتي مبروك. الخريطة سهلة اظن. ما رخمناش عليكي المرة دي. سهلة سهلة. نشوف اخبارنا بقى. يلا بينا. تبتدي انت؟ ابتدي انت. اوكي طيب الخبر اللي معايا النهارده هو عن شركه هنديه. الشركه دي عملت استفزاز واثارت الجدل للموظفين في الشركه دي. عمل ايه بقى رئيس الشركه؟ استبدل الموظفين البشريين في الشركه بانظمه روبوت او ذكاء اصطناعي. عمل ايه بقى؟ فاثار الجدل والغضب والناس زعلت وقالت ازاي هو استبدل 90% من موظفين الدعم الفني اللي هي برامج التشاتنج عنده في الشركه بالذكاء الاصطناعي. يعني هو دلوقتي البرامج اللي بترد عليك لو عندك مشكله زي كول سنتر والكلام ده استبدلهم بروبوت للذكاء الاصطناعي علشان يرد عليك ويحل لك مشاكلك. وفعلا بشكل كبير جدا حلت مشاكل كتير من الناس اللي كانوا بيستعملوا خدمة العملاء دي. والراجل ده قال ان هو عمل كده علشان في الموظفين ما كانوش بيأدوا دورهم بشكل كويس، وفي نفس الوقت ان هو في الاخر هو اهم حاجة بالنسبة له الربح، وده شيء مش مكلف ليه وما فيهوش مرتبات كتير، وان الشركة كده هيبقى ربحها اكتر وهيبقى ما عندوش عمالة كتير. بس ده في نفس الوقت بيزيد من عدد البطالة بين الشباب. فصاحب الشركة رد بالرد اللي قلنا عليه ان عارف ان ده هيزود عدد البطالة، وبس كان ضروري ان الشركات الناشئة او الشركات اللي لسه صغيرة تدور على الاولوية ليها في الربح. فالراجل ده صاحب الشركة استفز موظفين كتير، بس هو شايف ان مصلحته اولا. اكيد. طيب انا خبري مختلف عنك تماما، هو حاجه ليه علاقه بالهيلثي لايف ستايل.
طب انت عارفه في الحر اللي احنا فيه ده في اكل معين ممكن ناكله يقلل طبعا من ان احنا نسبه السوائل اللي عندنا تكون مظبوطه، في نفس الوقت ما يجيلناش جفاف وتحمينا برضو من ضربات الشمس. طبعا كمان في موجه حره كنا لسه متعرضين لها من فتره كده، اكيد احنا في حر لسه ولسه مكمله معانا. مكمله معانا، بس في بعض الاكل يعني تصوري سبحان الله لما تاكليه يحميكي من ضربات شمس، يحميكي ان هو يخلي جسمك على طول في حاله من البالانس في الميه، من او على راس الاطعمه دي او الحاجه البطيخ. طبعا يعني سبحان الله لما يبقى فيه كده فاكهه معينه مرتبطه بموسم معين ربنا خلقها في الموسم ده لسبب. يعني البطيخ 92% من البطيخه ميه. فانت الياف كمان، حتى الباقي منها الياف وتشز مفيده برضه جدا جدا، وبترطب جسمك وكمان بتعوض العرق اللي احنا بنعرقه على مدار اليوم، بتديكي الميه اللي انت محتاجاها. غير طبعا ان هو بيعتبر بطيخ غني بفيتامين سي وايه، وطبعا ده بيعزز مناعه الجسم الطبيعيه ضد الامراض المرتبطه بالحراره. اول حاجه البطيخ، تاني حاجه او عايزاكي برضو ايه تخمني معايا ايه تاني حاجه الخيار. الخيار برضو من الخضروات اللي مليانه ميه. يعني انا دايما بنصح الامهات لو انتوا بتعملوا لانش بوكس او حاجه او واخدين معاكوا اكل لازم تحطوا خيار لاطفالكم، عشان انت عارفه الاطفال مش بيركزوا قوي في شرب الميه والحاجات دي، فلازم نديهم الاطعمه اللي فيها سبحان الله من جواها اصلا ميه وبترطب الجسم. ولو هتعملوا اللي لينا بتقول عليه بتاع اللانش بوكس يا ريت ما تتقطعش الخيار لانها بتفقد الميه بتاعتها لما بتتقطع. بالظبط. ثالث حاجه الزبادي، وناس كثيره قوي ما تعرفش معلومه مهمه جدا ان الزبادي هو بيحمينا من ضربات الشمس. يعني انت لما تاكلي زبادي ده طبعا انا في معلومات صح ما كنتش عارفاها، بس لما قريت فيها فهمت قد ايه يعني ايه كوبايه زبادي ممكن تحميكي من ضربات الشمس وبترطب كده على جسمك. ده غير طبعا ان الزبادي مليان بالكالسيوم والبروتين اللي بيدعم صحه الامعاء والجهاز المناعي. رابع اكله معانا هي الطماطم. الطماطم طبعا هنقول من اهم مضادات الاكسده القويه اللي بتحمي الجسم من الاشعه فوق البنفسجيه. شفتي تخيلي الطماطميه اللي هي على طول عندنا في الثلاجه ممكن تحميكي من ايه؟ وكمان الطماطم فيها نسبه عاليه جدا من الميه والمعادن الاساسيه زي البوتاسيوم والمغنيسيوم. خامس حاجه الخضروات الورقيه، ودي بقى يا جماعه مهمه صيف شتاء ربيع خريف. الخضروات الورقيه ناكلها زي ما هي كده زي الخس، يعني جرجير بجيب طبق كده طبعا الجرجير، في عندنا كمان السبانخ اللفت، الحاجات دي كلها لو عملنا طبق كده ونقعد بيه قدام التلفزيون بدل الجانك فود وبدل الشيبسي والحاجات المضره دي، ان احنا نعمل طبق خضروات كده من الحاجات الورقيه الحلوه الخضره بتاعت الارض بتاعتنا الجميله دي ونقعد ناكلها، ما اقولكيش بقى كميه الفوائد اللي فيها لو قعدنا نتكلم فيها في حلقات مش هتكفي. صح يا لينا، عندك يا جماعه بعض الاطعمه لازم ناكلها في الصيف. نحل وناكل فريسكا وناكل ايس كريم وزلابيا والحاجات الحلوه بتاعتنا دي، بس نغير ثقافتنا شويه واحنا رايحين البحر نعمل كده لانش بوكس فيها خضار وفاكهه بالوان حلوه ان احنا نتغذى نفتح نفسنا كمان اكل صحي. وطبعا بجانب كل الحاجات اللي قالتها لينا ما ننساش يا جماعه شرب الميه بكميات كبيره جدا وتحديدا في فصل الصيف، لان هي هتساعدنا على حاجات كتير قوي. ده يعني اهميه الميه لو قعدنا نتكلم فيها حلقات وحلقات مش هنكفي. بس في الصيف زودوا شويه من المقدار اللي بتشربوا فيه الميه. خلونا بقى دلوقتي نروح لفاصل عشان نرجع نستقبل ضيوفنا اللذاذ جدا في عيش سعيد النهارده. ظهر الفنان عمر الشناوي خلال أحد اللقاءات التلفزيونية واتكلم عن علاقته بزوجته وابنها، إن علاقته بابن زوجته فيها كتير من الحب والود، خصوصاً إن عمره 10 سنوات وإنهم عايشين سوا من 6 سنوات. وقال إنه شخصية ذكية ومخه أكبر من سنه بكتير، دايماً بيطلعني غلطان لما نتناقش في سؤال علمي ويقول لي غلط، ولما نعمل سيرش يطلع هو اللي صح. وقال إن حمزة ابن زوجته ابن صديقه محمد الكيلاني، ووضح وقال تطورت علاقتنا وبقينا إخوة بسبب وجود أطفال بيننا. كلام كتير بيتقال عن إلغاء حفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت واللي مقرر إقامته عند الأهرامات يوم 28 يوليو. نقابة المهن الموسيقية أكدت إلغاء الترخيص المتعلق بالحفلة وإن السبب هو تعارض حفلاته مع الثقافة والهوية المصرية. ده على لسان المتحدث باسم النقابة الدكتور محمد عبد الله، لكن في نفس الوقت نفى مصدر مقرب من المغني الأمريكي إلغاء الحفلة. رد
رد المنتج أحمد الزواوي على الكلام اللي بيتقال إنه عمل سحر بالمرض للفنانة فيفي عبدو بسبب مشكلة بينهم على تنفيذ فيلم سينمائي من بطولتها. وقال الزواوي في تصريحات هاتفية إن المشكلة بقالها سنين وكان في عمل فني وبشكل مفاجئ اختفت الفنانة فيفي عبدو، حصلت خسائر كبيرة. وقال أحمد الزواوي قدمت شكوى في النقابة وأنا دفعت مبلغ 60,000 جنيه يعني تقريبا 15% من قيمة العمل. وكمل وقال أنا ما روحتش لحد عشان أعمل سحر ضد الفنانة فيفي عبدو، واللي عندي حاجة ربنا مديني قدرات وامتيازات. انتشر فيديو للمنتج الفني أحمد السبكي بيتهم فيه النجم تامر حسني بالتزوير وتحديداً إيرادات فيلم تاج، واتهم السبكي تامر إنه بيقوم بفبركة الأرقام وإن كل أرقام الإيرادات المعلنة عن الثلاثة أفلام اللي في سينمات العرض وبتنافس فيلم مستر إكس مش حقيقية، وإن أرقام فيلم مستر إكس هي بس الحقيقية والطبيعية. لكن السبكي بعدها نفى الكلام ده وقال إن التصريح ده مش حقيقي، وقال الفيديو ده مفبرك ومعمول برا مصر وأنا ما عملتش لقاءات ومعرفش المذيع ده. وكمل وقال تامر حبيبي وابني وابننا وابن مصر، ما ينفعش أغلط فيه وأقول عليه كده، وكل الناس كلمتني عشان التصريح ده وأتمنى العمل معاه. أثار المطرب الأردني عزيز مرقة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إشاعات ارتباطه بالمذيعة لينا الطهطاوي بعد ظهورهم في برنامج بلايند ديت شو. ونشر المطرب عزيز مرقة صورة مع لينا الطهطاوي على حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها وقال مجنناني، وده أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وزود من إشاعة ارتباطهم. وكمان انتشرت مجموعة من الصور لعزيز مرقة مع لينا الطهطاوي، وتوقع الجمهور إن الصور دي من حفل خطوبتهم، لكن الحقيقة إن الصور والفيديوهات المنتشرة لعزيز مرقة ولينا الطهطاوي هي من كواليس تصوير كليب جديد لعزيز مرقة بعنوان مجنناني. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، والنهارده ضيوفنا مميزين جدا جدا جدا. ضيفنا النهارده هو مميز جدا ونجم في مجاله بس مجال مختلف، وهو مجال سباقات السيارات. في يا جماعه ناس عندها هوس بالعربيات ويعني بيكون شغوفه جدا ان هي تتفرج على سباقات سيارات وتلاقيها سافرت لاماكن معينه في العالم وتحوش وتعمل بادجت معينه عشان تروح تتفرج على سباق عربيات في المنطقه الفلانيه او في المكان الفلاني من كتر حبها وشغفها بالعربيات. طبعا اكيد الموضوع ليه قصه وعايزين نعرف منه اشمعنى اختار مجال سباق السيارات. اعرف ان في ناس ممكن تكون بتحب العربيات بس في مجال مختلفه، ان هي تغير عربيتها بشكل مستمر، ان هي تحب تعرف كده تفصيل العربيه الميكانيزم بتاعها والميكانيكا بتاعتها. لكن ضيفنا النهارده وبيحب مجال سباق السيارات وكمان هو نجم في مجاله، يعني مش اي حد يعني، ومن الناس اللي بتحب جدا مجال سباقات السيارات. تعالوا نتعرف على الموضوع ده اكتر ونعرف ايه اساسه، وهل الموضوع عليه كده زي في مصر خصوصا عليه اقبال، الناس مهتمه بيه، ولا الموضوع في مصر لسه ما فيش اهتمام قوي بمجال سباقات السيارات. ضيفنا النهارده هو ماركو سكر. ازيك يا ماركو؟ ازيك يا ليلى؟ عامل ايه؟ نورتنا. مساء الفل يا ماركو. ازيك؟ في البدايه كده انت منور عيش سعيد طبعا، بس احنا عايزين احنا وكل اللي بيشوفونا نتعرف على ماركو. عندك كام سنه؟ درست ايه؟ لسه بتدرس ولا خلصت؟ يعني عرفنا عليك الاول. انا اسمي ماركو سكر، عندي 24 سنه، بدرس تجاره انجليش، حاوس العربيات معايا من وانا صغير يعني. طب نرجع بقى من وهو صغير يا لينا ونبتدي نعرف ايه هوسك بالعربيات. زي ما انت قلت مهووس بالعربيات من وانت صغير، ابتدت ازاي الموضوع؟ بصي، هو انا الموضوع بدا معايا من وانا طفل، ان انا يعني من وانا صغير كان عندي شغف، انا عايز اعرف دي عباره عن ايه حته الحديده دي. فمن وانا صغير مثلا كان زي اي طفل مثلا بيجيب لعب عربيات، العربيات اللي بتبقى مثلا مع الوجبات السريعه الحاجات دي. فانا كان هدفي ان انا يعني اعمل جراج كده في البيت صغير عربيات، اجمع فيه كل عربياتي. ايوه بالظبط. فبعديها لما كبرت سنه في سنه ابتديت اركز مع والدي الله يرحمه ووالدتي وهم بيسوقوا،
لحد ما ابتدى بقى الموضوع يجي لي بقى لا فضول بقى لا انا عايز اعمل زيهم انا عايز اجرب بقى حته الحديده دي. أيوه. انا كبرت شويه يعني. حد علمك يعني ساعتها؟ والدك او والدتك علموك؟ انا ما حدش علمني، انا من الناس اللي هي اخذت المفتاح من ورا اهليها ونزلت جربت بقى ده بيعمل ايه ودي تمشي ازاي وكده. لحد ما الموضوع اتعرف. إيه يعني ما كانش في اي كارثه عملتها لغايه ما عرفت ده بيعمل ايه وده بيمشي هو انا عملت كارثه بس هم ما عرفوهاش يعني. طب لا ممكن نعرفها. هم عرفوها دلوقتي. هم عرفوها خلاص. هم دلوقتي عرفوها يعني. اوكي. بقى ان هم بقى ياخدوا مني مفتاح، لا اللي انت بتعمله ده غلط، انت لسه صغير مش هينفع كده، لازم رخصه، لازم تتعلم. الكلام ده كان وانت عندك كام سنه؟ الكلام ده وانا عندي 14 سنه بالظبط. اوكي. لو سن اللي عارفه الشقاوه ده الشقاوه يعني هو ابتدى بقى يتمرن يعني سنه اربعه كمان تاخد الرخصه عادي بالظبط. فبعديها ابتديت ان انا يعني اقول لهم سكوا فيا وسوقوا وانا جنبي وانا بحب العربيات وانا صغير، ما سيبوني اسوق سيبوني يعني وكده لحد ما الموضوع يعني ابتدى ان انا اسوق واحده واحده واحده. مين وثق فيك الاول بقى وقال لك يلا انا هقعد جنبك وانت سوق؟ والدتي. والدتي. والدتي لان انا اصلا كنت دايما بركز مع والدتي دايما يعني انا كنت مع والدتي في اي مشوار فكنت بركز معاها. والدي عشان الستات اهدى في السواقه شويه، الرجاله تحس ان هو بتنشنين اكتر. مش عارفه ليه. يعني بابايا كان خلقه ضيق. خلقه ضيق. اوعى يا ابني. والدي كان خلقه ضيق شويه فكنت مع والدتي كانت في سنه تعاون كده. اوكي. بس فلحد ما ابتديت بقى ان انا خلاص اسوق وهم ابتدوا يثقوا فيا شويه. طب فكره بقى يعني كل اللي انت بتقوله ده تمام، فكره بقى ان انا ابقى في سباقات السيارات، اصل الموضوع يعني هو كبير. انا اصلا بتفرج عليه بترعب، ببقى دايخه كده، ولما يسال يا لهوي لو واحد مثلا اتقلب، يا لهوي ابني، عارفه اللي هو يا عيني مامته بتعمل ايه دلوقتي لما بيحصل ان في العربيه تتقلب لمتسابق يعني وبيعدلوه عادي جدا ولا حاجه حصلته. فالموضوع بحسه صعب، سباقات السيارات انا بحس الموضوع مش سهل وفي عايز تركيز، عايز ان انت تكون تتفادى الاخطاء والمفاجآت اللي ممكن تحصل لك. انت بقى امتى قررت ان انا لا انا عايز اخش مجال سباقات السيارات؟ بصي هو انا من وانا صغير راسم لنفسي شكل كده انا متسابق عربيات يعني أصلاً. انا راسم لنفسي كده انا ناس نفسي اللي هو بدله السباق كده وبتاع والخوذه والجوانتيات وبركب العربيه وكده. فجت ابتديت ان انا اشوف بقى يعني ان في سباقات بقى هنا في مصر وكده. ده من سن كام؟ ده من سن 18 سنه بالظبط. 18 سنه تقدر تشارك في سباق سيارات؟ اوكي. فبعديها ابتديت ان انا عايز بقى اعرف الدنيا وكده فروحت عشان اشارك. فقالوا لي انت مش هينفع، انت معاك عربيه اس يو في مش هينفع، دي عربيه عائليه يعني. مش هينفع. فابتديت طبعا انا اتضايقت جدا بقى. دي كانت عربيتك في الوقت ده ولا عربيه والدك؟ كانت عربيه والدتي. بس انا كنت انا يعني وهي امنتك ان انت تاخد العربيه تروح بيها سباق. لا هي ما تعرفش حاجه بقى، هو راح من نفسه كده. هي العربيه معايا 24 ساعه. أيوة. هي ما تعرفش. بقت خلاص العربيه خارجه عنها. فيك خلاص. انت بتسوق كويس، انا مطمنه له لو نازل مشوار وهو 18 سنه ده معاه رخصه. لا امان اتفضل. مش عارفه ايه المشوار، مش عارفه ايه اللي مستخبي. بس فبعديها ابتديت ان انا اعرض لوالدي فكره ان انا محتاج عربيه سيدان ليا، انا محتاج عربيه انزل بيها سباقات. بابا كان رافض في الاول. ابتديت اقنعه ده حلمي وده هدفي من وانا صغير. انا مش بحب اي يعني ماليش في اي رياضه غير دي. فيعني سيبني انا دي الحته دي بتاعتي. فالحمد لله يعني قدرت اجيب العربيه واعدلها. واول سباق نزلته كان في 2019. عجبني بقى الموضوع بقى، وكنت وانا خارج من السباق مبسوط يعني. اني ما كسبتش يعني، بس عملت مبسوط. حاجه باول خطوه في الحاجه اللي اللي انت هو انت عملتي حاجه في سن مثلا كنت ساعتها عندي 19 سنه. في سن زي ده فلا حلو انت. بس انا مش فاهمه حاجه، انت دلوقتي بتقول ان انت اقنعت والدك يجيب لك عربيه سيدان عاديه عشان تدخل بيها سباق. هو مش عربيه السباق بيبقى ليها شكل معين؟ لا ما هي بتتعدل بيسقطوا زي ما بيقولوا موتور تاني وبتبقى صغننه كده. لا دي بتاعت لا دي بتاعت اللي هي السباقات اللي هي البروفيشنال اللي بره دي. حاجه هي قصدها اللي هي الفورمولا اللي هي اللي بتتكلم عليها. حاجه ثانيه في دماغي ان هو ده سباقات السيارات بس. لا سباق السيارات فيه انواع كتير. اوكي. لا تعالى بقى اشرح لي انا زي بص انا مش فاهمه حاجه في الموضوع ده خالص. فانا عايزاك ايه
تفهمني وتفهم الجمهور واحده واحده انواعهم. بصي انا اقول لك من معلوماتي يعني انا مش مدرسه قوي بس انا اقول لك من معلوماتي يعني الفورمولا اللي هي العربيات اللي هي بتبقى الصغيره اللي انت بتشوفيها اللي هي بتبقى الطويله دي كده شويه دي بقى انا قصدي زي باتمان والحاجات دي. لا دي مش دي, مش دي. هي دي اللي انا كنت بقول لك بيعدلوهم تاني دول. لا اللي انت ممكن تكوني بتتكلمي عليها دي سباقات اللي هي الرالي اللي هي العربيات ال 4 باي 4 العاليه اللي هي في الصحراء ماشي وكده دي اللي هي العربيات من كلامك حاسس ان انت بتتكلمي عليها يعني ماشي اوكي. في بقى سباقات تانيه اللي هي اللي احنا فيها اللي هي سبيد تيست اللي هي اللي بيديكي رسمه وفي بدايه وفي نهايه بتمشي الرسمه دي في اسرع وقت وتمشي صح واللي بيكسب اللي بيجيب اقل وقت هو اللي بيكسب طبعا. بصي يا لينا هي اصلا كمان مش بتبقى مشروطه بعربيات معينه هم بيعدلوا العربيه يعني هم لو جابوا من بره بس شاسيه تمام من جوه انت تقدري تحطي كل اللي انت عايزاه تحطي الموتور بالقوه اللي انت عايزاها تحطي كل حاجه حتى كمان بيشيلوا كل الكراسي اللي انت شايفاها دي وبيخلوا كرسي السواق بس ويحطوا بقى حاجه ثانيه كسيفتي يعني بيعدلوها بحيث ان هي تبقى سباق بس. شرحت العربيه طلعت منها كل اطور حاجه زي كده أيوة. وفي بقى سباقات طبعا اللي هي دي نص العالم يعني العالم كله مهووس بيها اللي هو الدريفت يعني طبعا. اللي هو عربيات الدفع الخلفي دي بصراحه من الحاجات اللي انا بحلم بيها بس يعني ان شاء الله قدام هنوصل لها يعني يا رب ان شاء الله. طب مين اللي عرفك السكه دي يعني سكه ان انا اروح المكان الفلاني عشان اقدم مع الناس دي عشان ادخل معاهم سباق فبرضه يعني لو حد ده حلمه او بيحب الحاجات دي عرفت منين الطريقه؟ بصي هقول لك على حاجه انا كنت بقلب على الفيسبوك عادي بجد فلقيت ان في سباق تابع فريق ريفيتاب ده الفريق بتاعي دلوقتي ده الفريق الاول على مصر ابتديت اروح واشوف انا شايف حاجات اول مره اشوفها في حياتي فابتديت بعديها ان انا اعرف في كابتن الفريق المسؤول كابتن سامح عبد القوي قلت في السباق اللي بعديه قلت له انا عايز اقدم وكده فرحت له وقال لي انت معاك عربيه ايه قلت له معايا عربيه كذا كذا قال لي دي عربيه اس يو في مش هينفع السباقات بتحتاج عربيه سيدان او عربيه عادل. صغيره فبعديها ابتديت باخد الخطوه بقى ان انا اجيب عربيه ثانيه سيدان او هاتشباك يعني ان انا اشارك بيها سكت بقى انك تعدل العربيه مين اللي عرفك ايه الحاجات اللي انت المفروض تعدلها في عربيتك علشان تعرف تدخل بيها سباقات بعديها لما ابتديت اخش المجال تعرفت على حد اخ كبير ليا رامي عزت بصراحه الراجل ده يعني لحد النهارده واقف جنبي يعني هو راكب زي عربيتي بس هو حاجه تانية اعلى رباعي فالراجل ده يعني هو اللي خلاني بقى يعني افهم الموضوع بالظبط وهو اللي بيدلني على الصح هي ايه الرولز بتاعت السباق يعني كل مباراه معينه او سباق معين بيبقى ليها رولز يعني من انت مثلا قلت ان هم بيبقى مطلوب مني في بدايه وفي نهايه واوصل لازم اهم حاجه السرعه ان انت توصل ده الشروط يعني او الشروط مثلا في حاجات معينه ما ينفعش تعملها مثلا في حاجات معينه لازم تتعمل يعني السباق ده لينا عايز تدخل سباق دلوقتي ايه الشروط اللي هي مطالبه من لينا طبعا اخر واحده لاني عندي فوبيا من سرعه 40 بس يلا يعني. بصي هقول لك هي كل حاجه مثلا وليها كبير تمام اول حاجه انت السباقات بتاعتنا تبع نادي السيارات والرحلات حضرتك عارفاه اول حاجه انت بتطلعي رخصه رياضيه ايوه تمام تاني حاجه انت بتشاركي طب في السباق واحده واحده الرخصه الرياضيه دي بتتطلب ايه من معلوماتي يعني انا مش فاكر قوي بصراحه روح نادي السيارات وهعمله يعني انا بروح نادي السيارات لما احب اطلع رخصه دوليه يعني هي بس لا هي من نفس المكان انت بتطلعي الرخصه الرياضيه هما بياخدوا صوره البطاقه وصوره الرخصه وصورتين ليكي يعني مش مالهاش اختبارات خاصه لا هي زيها زي الرخصه الدوليه كده لما تحبي تسوقي بره مصر بتطلعي نفس لازم الرخصه دي بقى اوراق يعني معينه عشان معاكي رخصه اوريدي موجوده لازم تبقى معاكي اوكي ماشي تمام اول حاجه تاني حاجه بقى انت في السباق او قبل اي حاجه لازم تبقى العربيه دي ما فيهاش تسريب زيت او تسريب ميه ولازم تبقى العربيه مثلا سليمه يعني بحس ان انت لو حصل اي حاجه في السباق تبقى العربيه سليمه فاهم قصدي لازم يبقى لابسه الحزام ولازم تبقى لابسه خوذه تمام في السباق بقى جوه انت اللي عليكي هو بيديكي رسمه تمام الرسمه دي انت بتمشيها لازم تمشيها صح لو مشيتيها غلط
يبقى الراوند دي شورت كاتس او تعمل تجتهد مثلا تحاول تعمل شورت كاتس او كده ده ممنوع. لا ده ممنوع. اوكي. هو بيديكي رسمه معينه. هستنصح واختصر انا عندي عارفه طريق مختصر هستنصح فهماني. لا مفيش المبدا ده عندنا. هو بيديكي رسمه انت تمشيها صح وتمشيها في اسرع وقت. اوكي. هو بيديكي اوردرات فهماني انت تمشيها بس. فهي دي بقى الفكره في السباق. طب اول مره كسبت بقى يعني الحاجه اللذيذه بقى عارف اللي هو احساس اللي هو انت عملت اللي انت بتحبه مع كمان لذه الانتصار دي بتبقى ليها كده روح معينه. فاول ماتش كسبته كان لو فاكر طبعا اكيد فاكره عمرك ما هتنساه. عمري ما هنساه. كان فين وكان ايه وكان عندك كام سنه؟ كان عندي مثلا هو ايام الكورونا كان عندي 21 سنه. اوكي. بصي هو انا قالوا ماركو سكر مركز ثالث كنت انا ساعتها اول مركز كسبته كان مركز ثالث يعني اول كاس كسبته فكنت فرحان قوي اللي هو ايه ده انا عملت حاجه حلوه يعني اول كاس ليا بقى وماسك الكاس كده مبسوط يعني. ايوه طبعا ماسكه مبسوط انا ايه ده انا. بعديها بقى ابتديت بقى ان انا احب الموضوع اكتر بقى اللي هو ايه ده انا ابتديت بقى بقيت شاطر شويه بقى في الحته دي. يعني ابتديت بقى الموضوع بقى يجي معايا انا اخد مركز ثالث تاني في اول ممكن مستوى ينزل اطلع تاني تالت ساعات باخد بقى ترتيبات مثلا رابع خامس يعني على حسب اليوم والمود يعني. هي حظوظ برضو. هي حظوظ برضو يعني. يعني انا بعمل دوري في السباق و وممكن المفروض كل العربيات اللي تبقى داخله السباق تبقى بنفس قوه الموتور بنفس العزم بنفس الحاجات دي ولا بكل واحد وشطارته بقى على حسب انا مسقط موتور كذا عامل كذا. ملهاش علاقه خالص بجد بجد. في ناس انا بشوفها بتخش معاها عربيات ضعيفه عادية وبتجيب تايمات اعلى مني وانا عربيتي تربو مثلا فاهماني. فيعني في ناس بتخش بعربيات ضعيفه لا وبتجيب مراكز ما شاء الله. ما ده بيبقى ازاي بقى؟ ما اصل انا برضو عايزه عقيلها كده اللي هو حرفنة مثلا او سنسك على البنزين مثلا. بصي هي يعني من المدرسه اللي انا دارسها هي ليها دعوه 60% سواق و40% عربيه. اوكي. في ناس معاها عربيات ضعيفة وبتخش تجيب تايمات ما شاء الله بجد. أنا معايا عربية قوية ساعات بجيب بيها تايمات حلوة ساعات لا. يعني المهارة هي الأساس. هي المهارة هي الأساس. العربية. أوكي. طيب وأنت شايف إن سباقات السيارات في مصر هل الموضوع ليه سبونسرز فيه سبوت لايتس عليه هل ليه مستقبل من الآخر ولا هو أنت هتفضل تعملها هواية؟ بصي هو أكيد ليه مستقبل. بس الفكره ان احنا في بلدنا مفيش دعم للرياضه دي قوي زي بره. يعني بره في دعم هنا في بلدنا مفيش دعم. يعني في كذا رياضه مدعمه هنا في بلدنا. من العربيات السيارات عامه من الرياضه اللي مش مدعمه. يعني ان شاء الله قدام انا بفتقدم يبقى في دعم. لا يا رب. ماركو عايزه اسالك برضو هل بيبقى في عدد بنات مثلا مشارك معاكو؟ في بنات معانا في الفريق حاليا كابتن ايمان المرزوقي ياسمين كابتن ياسمين سامي وكابتن ايرين يوسف. ايه ده طب حلو قوي ده في بنات. والسن بقى هل يفضل ان انا يبقى سني صغير عشان اشارك ولا ينفع حتى لو انا حابه الرياضه دي على سن كبير ممكن اشارك فيها؟ لا في ناس سنها كبير وبتنزل تسابق. يعني اعمار اللي بيشاركوا معاكم في السباقات من 18 لحد كام؟ لحد 50. 50 سنه واكتر من 50. ده بجد. ما دي ميزتها ان هي مش حاجه بتعتمد على مش حاجه جسمانيه فيها قوه جسمانيه. انت سنسك وحبك للعربيات فدي ميزه ان اي سن يقدر يشارك. بالظبط. طب ايه بقى المخاطر اللي ممكن تحصل؟ يعني احنا اتكلمنا عن ايجابيات كتيره قوي لموضوع سباقات السيارات بس اكيد لكل حاجه في مميزات وايجابيات. ايه بقى سلبيات سباقات السيارات؟ يعني ممكن ايه المواقف اللي ممكن تحصل لك مفاجآت كده وانت في سباق؟ ايه اضعف الحاجات اللي ممكن تحصل مشكله يعني؟ بصي هو ممكن مثلا طب انا مثلا حصلت معايا كذا مره او بظبط العربيه واخش جوه التراك في حاجه تبوظ تعطل فراوند كاوتشي فرقع العربيه تبطل مني وانا ماشي اصلا. ففي يعني مواقف بتحصل مع ناس ان هو بيبذل مجهود جامد وبينزل التراك عربيته بتبوظ في نص التراك فبيبقى الراوند دي راحت عليه فدي بتبقى زعله شويه يعني. صح. طب ايه الحاجات اللي اعملها عشان امن نفسي وانا داخله السباق عشان ابقى في امان لا يحصل معايا مشكله ولا حتى كمان موارد برضو الخطا او الحوادث او الحاجات دي؟ فايه الحاجات الامان بالنسبه لكم؟ بصي هو انا بالنسبه لي ان انا ابقى مامن على العربيه يعني تشيك عليها
في كل حاجه يعني عامه، ان انا عارف ان انا هنزل بالعربيه ما فيهاش حاجه بايظه، العربيه نازل بيها سليمه. ده بالنسبه لي يعني ده احسن حاجه. وان انا بامن نفسي طبعا ان انا لابس الحزام ولابس الخوذه بتاعتي، ماشي على الرولز بتاعت السباق. دي اهم حاجه، دي اهم حاجه بالنسبه لي. يعني بيحصل فيها حوادث مش بيامنوا على عوامل معينه؟ هرد عليكي. بصي، هو في ناس انا شفتها الادرينالين بتاعها بيعلى في حته غلط، يعني مثلا في مثلا الحته دي مثلا لازم يهدي فيها، هو ما بيهديش فيها وبيبقى عايز ياخدها بسرعه. فلما بياخدها بسرعه العربيه ما بيعرفش مثلا يتحكم فيها، بتعوم منه، فممكن يخبط مثلا حاجه بسيطه. فيعني هي في حاجات كده بتحتاج جري فيها، وفي حاجات بتحتاج هدوء فيها. سنس ان انت لازم تجري دلوقتي. الملفات مثلا، الحاجات دي لازم ما بيبقاش فيها دوسه فرامل، لو فرامل وانت بتلفي ممكن تقلب، تعمل حاجه غلط. في حاجات كتير قوي مع الوقت والخبره انت بتكتسبها اكتر، صح؟ طبعا، يعني مع الوقت مثلا ابتديت مثلا اكتسب الحته دي، انا ما ينفعش اخشها بسرعه بعربيتي، انا محتاج ان انا بهدي فيها شويه، لان لو دخلتها بسرعه لا انا هضيع وقت. طب انتوا مش السباقات بتاعتكم في نوع سباقات تاني بيتهيألي لينا دي اللي كانت بتتكلم عليها، اللي هم بيغيروا الكاوتش في نص السباق؟ دي سباقات انا مش دارسها قوي، بس دي من الحاجات اللي نفسي اسافر بره اتفرج عليها تتعلمها يعني. كمان بس من اللي فهمته ان الكاوتش اللي هم بيغيروه ده، هم ليه في نص السباق غير كاوتش؟ وفي ثانيه لينا بيدخلوا اربعه على الاربع كاوتشات، هوبا في ثانيه، بجد اقل من دقيقه بيكون الاربع كاوتشات اتغيروا. بصي، هو من اللي انا فهمته كماركو ان الكاوتش ده اسمه سليك، الكاوتش ده من النوع اللي هو لما بيسخن بيقفش في الارض، فالعربيات دي بيبقى فيها باور كبير. أيوة، فهو الكاوتش يعني الكاوتش ده يعني هو اخره راوند واحده ويتغير. اوكي. بس فهو الكاوتش ده اصلا في السباقات يعني الباور كله طالع على الارض، مفيش فرق، مفيش لعب، مفيش اي حاجه، فيعني اوكي. مش كده بيغيروه اول باول. الموضوع كبير. هو الموضوع، بص انا بصراحه يعني دايما ضيوفنا بيبقوا مميزين هنا في عيش سعيد، بيعرفونا حاجات عمر ما الواحد ممكن يكون ركز فيها. انا بصراحه بحس ان مجال سباق السيارات في مصر لسه عايش شد اكتر من كده، ان احنا نبقى دارسينه اكتر من كده، فاهمينه اكتر من كده. طب قول لي، بيقول لك مثلا هو الراوند، انتوا راوند واحده ولا بتبقوا في السباق تو راوند؟ تو راوند. المسافه قد ايه بقى؟ يعني ممكن تفضلوا في السباق مدته قد ايه؟ ما بنكملش دقيقه ونص اصلا. ايه ده يعني؟ انا فاكره مثلا هتقول لي نصايه ولا لا 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 لا، هو بتبقى هي بتبقى ارض. تمام. يعني انا مثلا يعني مثلا في من الاماكن اللي بنسابق فيها في توليب الرحاب، هي بتبقى ارض فاضيه، بيبقى في اوردرات. تمام. فاللي هو يعني ممكن ما نكملش دقيقه مثلا في التراك اصلا. في ناس بتجيب تايمات اقل. اللعبه اللي على صغير دي بتاعت العربيات، ايه ده زيها بس مكبره، عاملين لها زوم كده كتير. وفي برضه طريق تراك وبيمشوا بالظبط. في ما في ارض هنا الاوت اوف روم اللي في العبور احنا بنسابق فيها. ارض جميله جدا يعني كلنا. طب عايز اسالك يا ماركو، انت دلوقتي بتسوق في حياتك العاديه وبتسوق في السباقات، تحس احيانا كده ان انت مش عارف تفصل ما بين ده وده، عايز تدخل كده في لقطه كده وانت مثلا على الدائري تقوم موسع؟ خلينا متفقين ان انا يعني في بدايه السباقات لما نزلت كنت مبسوط وكنت بجري في الشارع. بس بعديها مع الوقت لقيت نفسي ان انا بطلع طاقتي في السباق، ايه اللي هيخليني اجري في الشارع؟ وخطر كمان. هو لا، جري الشارع انا مش مقتنع بيه. اكيد بيجي لي وقت مثلا وبحتاج مثلا اشد شويه، مثلا لو راح مشوار مثلا بعربيه الاستوك مثلا، بس برضو يعني جري الشارع لا ملوش كبير يعني. لا، وفي يعني انت ممكن تكون عارف انت بتعمل ايه وبتجري، بس اللي جنبك مش بيسوق بنفس كفاءتك. صح. ممكن حد بسبب خطا ما، خطا الغير طبعا، بالظبط، يحصل له مشكله. فانا بحس لا، الجري ده يعني نوي بلاش احسن. وكان في دلوقتي رادارات ولازم تخلي بالك في الطريق والكلام ده كله. طيب انت نفسك في ايه؟ حلمك في ايه في موضوع سباقات السيارات ده؟ حاسس الموضوع ليه نهايه ولا في تطور فيه؟ حاسس ان انت ممكن توصل لايه في يوم من الايام؟ بصي، هو انا بصراحه شايف نفسي ان انا متسابق كبير. انا دماغي بتقول لي كده، انا شايف نفسي ان انا هبقى قدام متسابق انا كبير. على وضع يا جماعه. يعني انا عندي ثقه في دي، وان شاء الله حاسس ان يعني هيبقى في دعم يعني للهواء للرياضه دي، وان هي قدامها تبقى حاجه زي الكوره مثلا. اكيد. فيعني انا بقول يا رب، وواثق في ربنا يعني.
يا رب ان شاء الله. ماركو انت نورتنا وانبسطنا قوي بالكلام عن العربيات، انا بحب العربيات فكان الانترفيو بالنسبه لي ممتع قوي، وانا كان بالنسبه لي معلومات جديده قوي يعني بسمع الحاجات دي لاول مره فمبسوطه جدا يعني. شكرا ليك يا ماركو. كان معانا ماركو سكر منورنا بطل سباقات العربيات في مصر. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي ضيفنا ضيف مميز جدا في مجال مختلف، بس النهارده الحلقه ليها علاقه ببعض يعني كلها ليها علاقه بالسباقات والحاجات اللي فيها حركات كده. فمعانا ضيف النهارده متخصص في مجال البايك الموتور سايكل، كل الحاجات اللي هي بعجلتين، القلق والخطر ده، بس هو فاهم فيها قوي وهيعرفنا ازاي لو هي دي الحاجه اللي عندنا فيها شغف او حابين ان احنا نتعلمها او نجربها نروح اي سكه. منورنا النهارده البايكر المتميز احمد حمائي. اهلا وسهلا بيك. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. حمائي. انا كنت فاكره مفيش حمائي في حياتنا غير محمد. لا لا في طلع في احمد حمائي. حمائي تاني. شرف لنا اللي انا طبعا حاضر النهارده في قناه اي تي سي طبعا. شكرا. بحضوركم طبعا المميز. اكيد. واحنا تحت امركم في مجال البايكنج نقول لكم القصه كلها ماشيه ازاي يعني. اول حاجه انا هنيك على الاوتفيت ان انت عامل لنا. انا جايب علي قلت ده انت بايكر قوي. ما انا جايب بس راكب العربيه مش جايب البايك. يعني بس جايب اللوك ده بس جايب العربيه. ما هو طبعا هعمل انترودكشن طبعا برزنتيشن على البايك فلازم البس اللبس بتاعه. اوكي ده لبس هو كده كده ده اتليست يعتبر اللبس الاساسي البيسك، في بقى لسه السيفتي جير. أوكي. بس هو كده كده الجلد بيستخدم صيف وشتاء علشان المنع الهواء. جميل، ده انت عندك معلومات كويسه اهو. لا لا انا في العربيات والموتوسيكلات، ده انا كان عندي حرق بسبب موتوسيكل قبل كده. الف سلام عليك. هو يعني فعلا زي ما انت قلتي طبعا الجلد بالذات بينفعنا كويس جدا في موضوع الكروس ويند بالذات الرياح القويه جدا. تمام، هو بيبقى مقفز علينا. بيبقى بادي فات كامل. تمام، حتى لو البنطلون جد يبقى كويس برضو. اوكي، عشان نقدر نخترق الهواء ونقدر الكروس ويند اللي جايه من كل الاتجاهات. هو بيبقى قافز على الجسم ويبقى مدي فرصه ان احنا في حاجه اسمها ايروديناميك عشان الجسم والبايك يقدر يخترق ويأدي سرعه ويبقى فيه اداء في واهميته ما تقلش عن اهميه النضاره. لان من غير النضاره تلاقي الدموع. بص احنا هنتكلم ستيب باي ستيب بقى، احنا هنتكلم ستيب باي ستيب ناخدها من الاول. من الستار. خلينا في الاوتفيت، احنا بنتكلم على الاوتفيت دلوقتي فنكمل الاوتفيت. طيب. الاول انت عايزه تبتدي بالاوتفيت ولا الاوتفيت عشان نخلص الاوتفيت احنا من اول الحاجه. طيب هنبتدي من اول حاجه الهلمت. الهلمت اللي هي بالعربي الخوذه. اوكي، طبعا الهلمت انا بعمل ريكومنديشن عليها ان اي بايكر حتى لو جاست ان هو يطلع يعمل راوند قريبه كده حوالين البيت، تمام، بليز يبقى لابس الهلمت بتاعه. ليه الهلمت؟ اللي هي اول حاجه في السيفتي جير. سيفتي جير يعني انظمه الامان اللي احنا بنستخدمها في الرايد بتاعنا في الخروج او في ركوب البايك. اوكي، الهلمت بتامن منطقه الراس كلها. لا قدر الله، لا قدر الله حصل اكسيدنت دروب، انت مثلا هو لو واقف مثلا على البايك من غير ما يطلع بيه ووقع، جاست ان هو وقع، فكره ان هو وقع، هتبقى الراس في حاله سيفتي كامله. أيوه. متامنه في حاله الصدمات على الارض وكده. اما ممكن بقى اي صدمه في اي مكان تاني الجسم بيتحملها شويه. بس هي الراس غير لا يعني الراس لا دي منطقه محظوره اكيد. فاللي بيغطيها وبيحميها الهلمت. هنتكلم على انواعها، فيها براندات كتيره جدا. اوكي، طبعا كل ما اعلي سعرها يبقى انا كده برضو بدي لنفسي امان اكتر. الغالي ثمنه فيه بالظبط يعني. هتبقى فيها خفيه وزن. هتبقى صغيره شويه سيمبل. اللي هي الحاجات الغاليه بتاعتها. تمام، وهتديني سيفتي اكتر. نطلع من منطقه الراس نخش على بقيه بقى البادي فيت. تمام، بنبتدي مثلا الجاكيت او الفيست. اوكي، في جواكت كلها بتبقى سيفتي. وبرضو زي ما قلنا الاسعار براندات والسعر بيطلع من كذا لكذا مثلا. تمام، وكل ما هزود كل ما هيزيد نسبه السيفتي فيه. هيبقى جاكيت عشان فتره الشتاء. هيبقى فيست زي ده في فتره الصيف. تمام، لو انا سولو بايكر اللي هو شخص بينفرد بيخرج مع نفسه ما فيش عنده لوجو زي اللي موجود عندي ورا على الفيست. تمام، لو انا ممبر في جروب معين هيبقى عندي اللوجو بتاع الجروب موجود على الجاكيت او على الفيست. اوكي. تمام، يبقى احنا كده البادي فيت في النص اللي فوق. حلو. Alright. بعد كده بناخد الجلافز على الايد. الجلافز برضو زي ما قلنا الجلافز. تمام، بيبقى كامل او هاف. بس لازم يكون سيفتي. لان الجلافز برضو فيه سيفتي بتامن منطقه معينه في الايد. تمام، وبتعمل لي اداء وانا ماسك الهاندل بار بتاع البايك
بقدر اتحكم فيه بتعمل لي فول كنترول عليه. سوري العرق عشان هنا ممكن السرعات ولا والعرق ممكن يعمل لي مشكله في الهاند بار. انا شغلي كله تحكمي على الايد. بايك يعني ايد غير العربيه. انت بتسوق العربيه من الرياحه شويه فبتريحي ايدك. صح. لكن انا ما بريحش ايد ورجل وكونسنتريشن وحاجات. البايك اكتر بقى. البايك يعني اكتر يعني الايد بتبقى لا ماسكة. انا بتكلم على البايك. انتوا كمان بتستخدموا رجليكم في النقلات؟ انتوا يعني بتستخدموا شور كل طبعاً. الجسم بالظبط كده. بس انا يعني انا تحكمي في البايك في الايد. دي لمين؟ الوزن كله على ايدي والتحكمات يمين شمال ملفات. وممكن اعمل الين كل ده على الايد. تمام. فلازم يكون معايا جلافز يديني حريه في التحكم. ما يبقاش مزحلق يعني مثلا. يعمل افويدنج لعمليه العرق والكلام ده كله. ويحميني من الكلام ده كله وفي نفس الوقت بيحمي لا قدر الله برضو في الوقعات وكده. اكيد. نيجي نامن المنطقه دي للكوع. بيبقى ليها برضو منظومه امان خاصه بيها سيفتي جير خاصه بيها للكوع. تمام. ممكن البسها خارجي او بتبقى جوه الجاكيت اللي هو السيفتي كامل. رايت كده. ده اجزاء اللي هي السيفتي جير الخاصه بالنص الفوقاني كله. تحت بيبقى فيه بناطيل برضو نفس الشيء بالنسبه للجواكت اللي هي بيبقى فيها سيفتي. بيبقى فيها سيفتي برضو او بنطلون عادي ونلبس اللي هو السيفتي جير الخارجي عليه. تمام. ننزل للشوز زي اللي انا لابسها دي سيفتي شوز. لازم اساسي بيسك برضو. هنقول احنا لو احنا مثلا خارجين بالبايك من غير السيفتي جير انا في خطر شديد جدا. طبعا. جدا. يعني لازم اكون لابسه الاوتفيت ده شور. بقول لحضرتك مثلا لو انت مثلا لا قدر الله انا اتزحلقت مثلا وماشي على سرعه 20 في البايك. صح. مدى الاذى اللي هيحصل للجسم عندي بدون سيفتي جير في بنتكلم اذى كبير جدا. طب احنا هنكمل كلامنا بس استاذن حضرتك نشوف كده فاصل تقرير سريع ونرجع تاني. خليكم معانا ما تروحوش في مكان. البايكينج أو رياضة ركوب الدراجات النارية رياضة مختلفة ومميزة. رياضة أساسها المغامرة ورسالتها السلام. أساسها الحرية والسرعة. بس كمان بتهتم بالأمان واحترام القوانين وتقاليد المجتمع. البايكرز ليهم جروبز وتجمعات كلها أنشطة وترفيه لكل الأعمار. ده غير إن ليهم دور كبير في المشاركة المجتمعية والمناسبات العامة زي يوم اليتيم العالمي. عالم كبير ورياضة فيها تفاصيل كتير. حكايات ملهاش نهاية كلها متعة ومغامرة وسعادة. وطبعا بعد ما شفنا التقرير ده واللي بيحبوا البايكس حبوه اكتر وشافوا املهم وطموحهم جوه التقرير ده. فقولينا كده انت ابتديت الموضوع من امتى؟ يعني انت عرفت من امتى ان انت بتحب الموتوسيكلات وده شغفك وده حبك وانا عايز اركب موتوسيكل انا عايز اقتني موتوسيكل؟ طبعا للناس اللي ما تعرفش الموتوسيكلات احيانا اسعارها بتعدي اسعار عربيات كتير قوي. يعني هي بارقام كبيره قوي. فاللي عنده الشغف ده هيتعب جامد جدا عشان يوصل للمرحله دي. بالظبط طبعا. بالنسبه لسواقه البايك كسواقه انا بسوق من وانا صغير. يعني من سن 15 سنه ونطلع. كان طبعا اياميها البايك ما كانش فيه مواتير كبيره عندنا في مصر. كان اقصى موتور قوته 150 حصان. فطبعا ده ال 150 ده كان بالنسبه لنا او 150 سي سي مثلا. رايت. ده بالنسبه لنا موتور صغير بالنسبه للموجود حاليا. احنا بنتكلم دلوقتي في مواتير زي العربيه بالظبط 2000 سي سي و2400 ولحد 6 سلندر مواتير في البايك. الكلام ده ما كانش متوفر من 20 سنه. رايت. فكنت انا بسوق اياميها الموتوسيكلات اللي هي العاديه اللي كانت موجوده في مصر. يعني اللي هي كان اياميها كان في عندنا منتج اسمه ام زد. ده كان 150 سي سي. ده كان مشهور قوي في مصر. وكنت لسه صغير بقى وبسوقه كده ومتعود عليه. بس ما كانش لسه في مصر اصلا. ده كان بلد انتاجه ايه؟ ايطالي. ايطالي. ده ايطالي الصنع. تمام. ما كانش اصلا انتشر ثقافه البايكنج عامه في مصر. دي حقيقه. يعني البايكنج انتشر في مصر حوالينا من 13 14 سنه كده. بدات فكره الجروبس. الجروبس ونشوف مسافرين في الطريق. بالظبط كده. ايوه دي حقيقه. مع انتشار موديلات البايك اساسا. يعني ايام برضو من 20 سنه ما كانش في موديلات كتير. اكيد. مفيش تنوع. لكن من 13 سنه بدات الشركات تنوع الموديلات بتاعتها. انت مين حببك يا احمد في البايكس؟ يعني مين اللي شفته قدامك مثل اعلى؟ كنت بتشوف مثلا فيديوهات كرتونز مثلا معين وانت صغير؟ طبعا. حببك انا عايز اركب البايك. انا هاوي مثلا لو كنا نشوف انا مثلا بتابع الامريكان فيلمز دايما او الموفيز. رايت. فطبعا اي فيلم فيه بايكر كنت بحب اتفرج عليه. بيشد انتباهي. بيعمل لي اتراكشن. اوكي. تمام. بغض النظر حتى لو الفيلم في احداثه انا بركز مع البايكر اللي بيصور حركته الفيلم. البطل بتاع البايكر. تمام.
فكان عندي انجذاب شديد جدا للمجال ده وكنت عايز اكتشفه بصراحه وكده، وبدات اركز فيه بقى. ومن اول ما بدا عمليه انتشار ثقافه البايك في مصر وركوب البايك والموديلات بدات تتنوع فيه كتيره جدا وبدا فيه يبقى فيه افيلابيليتي اللي انت تقدر تشتري اساسا، كانت الاسعار برضو كويسه يعني احنا دلوقتي في ازمه شويه في السعر بنتكلم لكن حريه الشراء كانت ايام زمان متوفره جدا وكان المعروض كتير غير برضو الفتره اللي احنا فيها دلوقتي المعروض اقل شويه. اهلك ما كانوش مثلا خايفين عليك دايما لما نقول بايك قدام اي ام؟ هو انا هسترس على موضوع يعني الام ده، يا لهوي اسمه حتى موتوسيكل، اسمه يا ابني بلاش يا ابني، بقى العربيه اثرت معاك. اقدر اقول لك بقى كان في خناقات كتيره طبعا متخيله يعني. عشان برضو الناس اللي بتحب البايكس وعندها عند شويه في البيت تعرف ان ده طبيعي يبقى في. مش عايز اقول لك يعني على كبر على موضوع اللي انا كبر مثلا وانا كبير دلوقتي في السن بتاعنا ده، اللي انا اشتريت البايك يعني عشان اقدر اوصل الفكره للوالد والوالده ربنا يديهم الصحه مثلا، قعدت حوالي 6 أشهر في نقاشات ومفاوضات معاهم عشان اوصل الفكره لان هم عارفين ان انا بسوق من زمان من وانا صغير. ما 15 سنه انت كنت باخد الموتوسيكل من مين اصلا؟ 15 انا كنت باجره ساعتها. اوكي كان بيتاجر ساعتها. كان بيتاجر ساعتها تمام، لحد ما انا اشتريت بقى موتوسيكل ليا شخصيا وبعد كده طبعا كانت زي ما اقول لك بقى موتوسيكلات صغيره فمنظرها مش مخيف، هو الاب لما بينزل الام يشوف مثلا موتوسيكل صغير ما بيخافش منه لكن لما يشوف اللي احنا شايفينها دلوقتي ده يا باشا عباره بالظبط كده بالظبط وصوته طبعا والكلام ده كله، فكان ما كانش فيه القلق ده بصراحه زي دلوقتي. صح يعني دلوقتي مثلا الواد والواد عارفين ان انا بسوق كويس ومن زمان بقى من وانا صغير، بس عشان حجم البايك وصوته والكلام ده كله لسه بيخافوا لسه بيقلقوا. الاول بقى كانت الاحجام صغيره وما فيش صوت وكانت يعني العمليه ملمومه شويه، بس برضو ما زلنا كان في قلق طبعا كان في قلق شديد يعني اكيد. هو صوت البايك مرعب وخصوصا لو الموتور جميل بس جميل لما يعني طبعا اللي بيمزج اللي بيحبه طبعا من اهم الحاجات اللي احنا اصلا، وخلي بالك نوع الشكمان اللي بيطلع الصوت والتون بتاع الشكمان نفسه بيدفع فيه فلوس كتيره جدا عشان فيه براندات وانواع كتير اصلا أوكي. صوت الشكمان اصلا كاكسسوارز لوحديها يعني. طيب امتى بقى ابتديت تنضم لجروب علشان تطلعوا طلعات مع بعض زي السفريات زي انا بشوفهم طبعا يعني شكلهم بيبقى حلو قوي شكلهم بيبقى حلو جدا بيبقى في ما بينهم علامات علشان كله يمشي في لاين واحد كله هنطلع في حاجه قدامنا بيبقى في جايد بالنسبه لهم قدام شور جميل. وفي يعني هو الموضوع كبير مش اي حد كده يلا اطلع انا واصحابي ونأجر حاجه، لا ده الموضوع كبير وبتقعدوا زي ميتنجز او حاجات قبل ما تطلعوا التريب بتاعتكم. تمام بصي انا اشتركت مثلا في الجروب اللي انا فيه اللي هو رود هامرز اللي انا معلق اللوجو بتاعه دلوقتي حاليا على الفيست اوكي حوالي 7 سنين او اكتر شويه يعني تمام. قبلها انا كنت سولو بايكر يعني كنت بنزل لوحدي ما هو احنا عندنا نوعين من البايكرز يا اما يكون سولو بينزل لوحده ويطلع مع اي حد بقى من الجروبس يطلع معاهم وخلاص تمام يا اما يكون جويند لجروب معين زي رابطه معينه ما انا هديكي فكره اهو بقى يعني ايه جروب جروب يعني عندنا سيستم كامل للرايدز بتاعتنا بيبقى متفق عليها وفي عندنا مجلس اداره للجروب بيتمثل في 5 أشخاص عندنا البريزيدنت والفايس وعندنا 3 ممبرز 3 أعضاء اللي بنسميهم اعضاء البورد تمام ده مجلس اداره كامل للجروب مجلس الاداره بيبقى قائم على تنظيم خروجات الجروب سواء جوه مصر او جوه المدن الصغيره تمام او لو في جويند مع جروب تاني من بره مصر تمام زي ما احنا مثلا بنعمل انفيتيشنز لجروب من بره مصر تيجي تحضر الحفلات السنويه بتاعت الانفرسري بتاعتنا احنا عندنا ايفنت كنا عاملينه من 3 سنين سيف قبل الكورونا في 2019 كنا عاملين انفيتيشن لكذا جروب من بره مصر والجوه مصر كان عندنا فورميشن على طريق مصر اسكندريه الصحراوي حوالي 1300 بايك اوكي ده كان ماشيين ازاي بقى وقصته ماشيين ازاي ده كان فورميشن مش معمول في الشرق الاوسط واللي مسيلي. جاي من بره كان جايب معاه جاي البايك بتاعه شحن جاي بالطيران البايكات جايه شحن كلها لا شفت الباشن اللي هو جايبه جاي يحضروا الحفله بتاعتنا حفله العيد ميلاد الجروب والله حاجه لطيفه احنا بنعملها ييرلي سنويا حلو قوي تمام بنختار مكان وبنعمل انفيتيشنز قبليها دعوات فكره الجروب بقى والمميزات بتاعته عن السولو بايكر اللي انا كنت قبليها لا فرق السماء والارض إيه اولا السيفتي الامان انت وانت سولو بايكر معرضه للخطر بنسبه عاليه جدا لكن لما بنبقى ماشيين فورميشن زي ما قالت تمام الفورميشن ده يعني ايه يعني عندنا رود كابتن لو انا مثلته عشان الناس تقدر تتواصل وتفهم يعني ايه فورميشن هنمثله بالقطر مثلا القطر العربيه الاولانيه اللي هي الجرار الاساسي وسواق القطر وعندنا حوالي 14 15 عربيه جويند في القطر دون والقطر ماشي بسرعه واحده
والعربيات كلها منتظمه معاه وفي اتجاه واحد، ما فيش عربيه بتخرج عن الليل بتاعتها. احنا عايزين نبقى زي القطر ده بالظبط، اكنكم سرب يعني بالظبط. فيبقى عندنا رود كابتن اللي هو القائد المسيره تمام، الممبرز كلها واخدين، وفي عندنا حاجه اسمها سويبرز ممبرز بيبقوا ماشيين على الحاره اللي بعدينا عشان تفصلنا عن العربيات. تعمل فاصل عازل وتامن، زي مثلا عربيه دخلت على الفورميشن، الفورميشن اللي هو القطر يعني تمام. احنا الفورميشن بتاعنا اقل حاجه مثلا من 30 بايك لحد 50، احنا الجروب بتاعنا او قربنا نوصل ل 100 خلاص. فاحنا اقل رايد عندنا ما يقلش عن 40 بايك، 40 بايك بالمناظر بتاعتنا دي بيبقى كبيره قوي يعني. بناخد مساحه كبيره من الطريق طبعا، فلازم نامن نفسينا. بيبقى في بايكس اسمها سويبرز بيبقوا طالعين على الحاره اللي بعدينا تفصل ما بيننا وبين العربيات على الطرق السريعه، ازاي بتامنكم وبتعزلنا في اللين بتاعنا في الحاره بتاعتنا. حلو قوي، بيبقى احنا ماشيين معزولين عن نفسنا بحيث ان احنا نامن نفسنا ونامن الناس كمان، ما بقاش في مشكله ما بيننا احتكاك ما بيننا وبين العربيات. اوكي، فالسويبر ده بيطلع رايح جاي، بيبقى ريس موتوسيكل سريع شويه عن الكروزر الثقيله بتاعتنا. وظيفته ان هو طول ما احنا ماشيين، احنا ماشيين بسرعه 100 كيلو مثلا تمام، هو لا في عربيه جت قربت مننا، هو يطلع يلحقها، بيكلمها بلغه التواصل، بعد اذنك اتفضل وسع الطريق عشان ما تخشش على الناس دي. فيأمننا احنا ويأمن العربيه نفسها. الناس بيبقى ليها حب استطلاع مثلا، عايزه تقرب مننا تصور، احنا بنخليهم يصوروا، مفيش اي مشكله، احنا تعودنا زي الفل، بس يبقى في مساحه امان ما بيننا وبينهم عشان لا احنا نسبب اذى ليهم ولا هم يسببوا اذى لينا. لان اي اذى لينا، انت بتتكلمي مش في بايك بس الواحد اللي هيتاذي، لا كل المجموعه كلها بالظبط هتتاذي في نفس الوقت بالظبط. ودي خسائر يعني ماديه وجسديه كبيره قوي يعني. سيبك من الماديه، المشكله في الناس بس اهم حاجه. طب اكتر الطرق المؤمنه بالنسبه لكم، انا بشوفها طريق العين السخنه صح؟ يعني بيطلع عليه رايدز كتير وبيطلع عليه ناس كتير من الجروبس علشان الطريق واسع وفي ستوبس كتير تقدروا تقفوا فيها، ويعني بحسه اكتر طريق بتحبوه انتوا. هو شبكة الطرق كلها الجديدة بصراحة اللي بقالها 5 سنين معمولة في مصر دلوقتي، شجعت الكوميونتي، احنا كوميونتي لو نقدر نسمي نفسنا. لا وعندكم كافيه معين، كذا كافيه كمان في كل حتة، في اماكن تمركز اسمها اماكن تمركز بالظبط. انا ببص يعني اول طريق السخنة فيه كمان محل ليهم شيل اوتس كلها جديدة، تعتبر مراكز تجمع لينا تمام، بنختارها في اي رايد بنختار شيل اوت معينة تمام، بنقف مثلا نجهز نفسينا ونعمل بروفايل. بروفايل يعني احنا بنعمل نصايح او ريكومنديشنز عشان تنظيم التحرك بتاعنا. حلو قوي. اذا كان مثلا واحنا ماشيين هيتوافق معانا صلاه جمعه، بنركن وننزل نخش نصلي ونطلع تاني نكمل الفورميشن بتاعنا وهكذا. في ريست عشان نعمل ريفيولينج بنزين تاني نفول تاني اتس اوكي برضه. يبقى الحاجات دي كلها معمول حسابها. مين بقى البورد؟ انا كممبر انا مجرد بس باخد الانستراكشنز بتاعه الرايد بتاعتي اللي انا هلتزم مثلا مع الرود كابتن تمام والسرعه بتاعته الكلام ده كله، ويعرفنا خط السير. بقيه التنظيمات كلها البورد هو عاملها. اوكي. في حاجه عندنا اسمها بلوكرز، البلوكرز دول في الاخر خالص، دول وظيفتهم ان هم مثلا واحنا ماشيين زي ما حضرتك قلت على طريق السخنه مثلا وعندنا تقاطع جاي من ناحيه اليمين ده ممكن يعمل لي دروب، يطلع البلوكر ده يقفله يستاذن الناس ويقف، ويقفله ويستاذن الناس بعد اذنك بس هنعدي بس اللاين بتاعنا اللاين بتاعنا يعدي بس. يبقى ده امننا من اللي داخل علينا يمين بحيث ان الانفورميشن يعدي. طب ده لطيف قوي، انا كنتش فاكره بصراحه الموضوع كبير قوي كده. انا قلت كوميونتي مجموعه بتحبوا تسافروا وترجعوا، ما اعرفش ان في كل التفاصيل اللذيذه دي. تنظيم على اعلى مستوى تمام. في جروبس كتيره بقى ما شاء الله بقت في مصر دلوقتي منتشره، والثقافه انتشرت كويس جدا طبعا. الممبرز اللي جوه الجروب بوزيشنز مختلفه في الدوله، ده حقيقه، من كل انواع البوزيشنز بالظبط، واعمار مختلفه. الاعمار ممكن بقى تميزيها على حسب نوع البايك. يعني اللي بيحب الكروزرز زي حالتنا مثلا اللي هي البايكات الثقيله الموتوسيكلات الثقيله بتبقى سنهم كبير شويه. الريس شبابي اكتر عشان سرعه وجري وكده. هو دول عندهم جروبس واحنا عندنا جروبس. عندكم جروبس في الاخر احنا بس انتوا لازم يطلع معاكم حد ريس علشان انا لازم يامن اللي هو السويبر بالظبط. واحد بس هو معاه كروزر برضو خلي بالك. بس هو وظيفته معانا في الفورميشن سويبر، فيبقى معاه يا اما تورنج اللي هو التورنج ده نوع معين وسط ما بين الكروزر ووسط ما بين الريس، بيدي الفعاليه بتاع الاداء بتاعه الريس، وبيبقى الاستابيليتي بتاعه الكروزر بس سريع شويه. عندكم ستات في الجروب ليدي بايكرز كتيره جدا؟ كتير جدا. كتير جدا طبعا. ده انتشرت في وسط ما شاء الله السيدات. انا عندي حد من صحابي كده بتطلع رايد. ليدي بايكر كتيره جدا موجود عندنا موجودين طبعا. وعلى فكره بقوا بريزيدنت لجروبس دلوقتي.
ايوه طب بمناسبه بقى ان هم بقوا مسؤولين عن جروبس، هل مثلا انا دلوقتي بايكر عاديه شويه هبقى من الخمسه المسؤولين من في تطور تمام. بقى يعني جميل. كل وفي شويه انتخابات عندنا انتخابات ما هو في انتخابات احنا بكل سنتين في الجروب بتاعنا احنا في انتخابات كل سنتين للبورد فهنوقع فلان ونطلع فلان مش هنوقع لا هو بيبقى بالحب يعني هنكرم اعضاء البورد القائمين مثلا في الفتره الحاليه على خدماتهم ومجهودهم الكبير اللي هم ادوه ونبتدي ننتخب يا اما مثلا هم يا اما ناس تانيين صندوق انتخابي وبيشرف عليه اعضاء لجنه انتخابيه بتتعمل من جروبس من جروب تاني وممكن من جروب بتاعنا ويطلع بقى البورد الجديد. طيب عايز اسالك انا فضل. دلوقتي انا بحب البايكس جدا بغض النظر ان انا كان عندي حادثه سابقه معاها عايزه ابتدي بقى عايزه ابقى واحده من الجروبس وابتدي اتعلم. طيب قلبك جامد الاول ولا سن معين قلبك جامد ولا لا ماليش دعوه بالسن حرقت قبل كده بس على فكره انا هو مش انا يا جماعه مش معاكي في الطلعه الكلام اللي بدانا بيه الاول اللي هو اللبس السيفتي هو ده اللي عرضني المشكله انا مش لابسه اللبس اللي يخص الموتوسيكل انا كنت راكبه هارلي وانا نازله الموتور بتاعه بيبقى درجه حراره عاليه طبعاً. جدا ف طبعا اتلسعت من الموتور انت خدت بتاعه. البصمه بالظبط ما هي ايه ده كل واحد ليه بصمه كلنا خدنا البصمه كل لازم الامضه هقول لك ليه بقى عشان انا وانا بنضف البايك انا بنضف البايك بنفسي غير عربيتي مثلا سواء المغسله او الحارس اللي بيتولاها لكن البايك انا بعمله بنفسي احنا شويه مهتمين قوي بالبايك طبعا انت بتعتبرها يعني جزء من حياتك خلاص بالظبط فانا خدت البصمه اللي هي خدتها بس المشكله لكن انا يعني مثلا وانا بنضف الشكمان فجت البصمه ايوه عشان انت بص انت بتعملها بحب ودي بقى بزياده لكن انا لا يعني انا كنت جربت الريس كان لذيذ ولطيف جيت بقى الهارلي لا ده تفاصيله كلها باينه علشان هو الريس بيبقى فيه حاجات كتير قوي كوفرد بالبلاستيك بالشكل الشيك بتاعه بس الهارلي هو حلاوته في موتوره اللي باين هو دي اصلا شياكته بالظبط فالموتور ده بيبقى درجه حرارته عاليه جدا فالسيفتي لبس عندنا مشكله في الهارلي كمان كبراند ان هو تبريد زيت مش تبريد ميه طبعا في معظم الكاتيجوريز بتاعته عشان كده بتبقى درجه حرارته عاليه جدا قوي يعني انت بتحس ان في فرن طالع من تحت طب خلينا بقى نشوف لو حد عايز يبتدي هل في سن معين لو انت عديتي لا انت مش هينفع تبتدي معانا والله انت عديتي كان لازم تبتدي بدري شويه في حاجات معينه هعملها في يعني ايه الرولز اللي ممكن تقولي لا انت سواء تنفعي معانا او ما تنفعيش معانا هنعمل افويدنج لموضوع السن اي سن از اكسبتد خلاص مفيش اي مشكله ممكن في يبتدي مفيش من البدايه فروم سكراتش احنا عندنا يعني اكبر بايكر لسه ربنا يديه الصحه تمام واصل للسبعينات دلوقتي حاليا يعني ما شاء الله يعني ربنا يديه الصحه تمام فاحنا السن ما فيهوش اي مشكله اوكي اول كونديشن اول شرط يهمني القلب الجامد اللي انت هتتحملي الريسك وتتحملي هي ادفنتشر في الاول والاخر هي مغامره ممتعه جدا ممتعه جدا وهي انجوي طبعا انت هتستمتعي بالوقت اللي انت بالبايك واقدر اقول لك ان انت بالنسبه للتعليم للبايك مش هياخد اكتر من شهرين بجد والله مش هياخد اكتر من شهرين مثلا لو خدنا 2 ليسنز بير ويك حصتين في الاسبوع يبقى بنتكلم في شهرين ماشي هتقدري تسوقي بايك مفيش اي مشكله وبالنسبه للليديز اسرع في التعليم من الرجاله كمان على فكره بيبقى عندهم شغف ان هم يسوقوا أيوة بيتعلموا بسرعه جدا ايوه قليلين ويونيك قوي فاللي هو بالظبط فلاقيهم ما شاء الله يعني بياخدوا مثلا اسبوعين ثلاثه في التعليم وبيسوقوا على طول على طول وبلاحظ بقى مشكله في الليديز كمان ان هم ما شاء الله قلبهم بيجمد وعايزين سرعه بقى ومش لو انت اتهورتي قوي بالظبط كده احنا فين بالظبط كده قلبهم جمد وبيطلعوا يجروا فما بيهمهمش يعني ففكره التعليم مش مقتصر على سن خالص ما فيهاش اي مشكله زي ما قلنا بس قلب الواحد بيبقى جامد شويه بس يتحمل الريسك ويتحمل الصعوبه بتاعه البايكنج تمام بالنسبه بقى ان هو الرايدز انصح ان هو يكون في جروب ليه السولو بايكر دايما لو انت مثلا اشتريتي بايك وخلاص اشتريتي وعايزه تنزلي في الكوميونتي اختاري جروب شوف الجروب ده هيناسبك خلي بالك كل جروب له مميزات ولو في سايد افكت وفي سلبيات بس انا هحس ان انا لقيت نفسي مع الجروب ده شبهي جميل جدا انا بحب الجروب اللي فيه صحوبيه اكتر احنا بقينا راجل واحد احنا وصلنا ل 100 كعدد بس احنا في الاول والاخر راجل واحد شخص واحد لا قدر الله اي مشكله لاي واحد في اي مكان بننزل بنسيب شغلنا وننزل نتعامل معاه ونقف جنبه حلو قوي فبنلاقي 100 راجل واقف بنكتب على الواتس بتاعنا جروب الواتس يا جماعه انا في المكان الفلاني وعندي مشكله فلانيه الناس بتنزله على طول في ساعتها فاحنا الجروب بتاعنا يعتبر فريندز اوكي طبعا. عايزه بقى اسالك تكمله السؤال بتاعي انا دلوقتي مبتدئه طبعا. هل اروح لسكه الريس
ولا نوع موتوسيكل معين؟ سؤال جميل جدا ولا وهيزعل يعني مننا ناس، بس انا هرد عليه. لا يعني مثلا مش على براند معين، انا بتكلم على الاسهل لي في ان انا اتعلم والاسهل لي ان انا على طول اقدر ادخل في المجال ده. تمام. طيب بالنسبه لاختيار نوع البايك، تمام، مهم جدا اختيار نوع البايك. انت هاويه السرعه، وبالنسبه للبنات كمان، لان الهارلي والانواع اللي هي شبيهه لي بتبقى وزنها تقيل جدا. هو احنا مش هنقدر تعدله؟ بصي هقول لك، هقول لك بالظبط كده، هقول لك. هو احنا هو مش اسمه الهارلي ده شركه امريكيه، وهي تعتبر رقم واحد في العالم طبعا، فول ريسبكت، وهي معاها الايديا اساسا والنو هاو بتاعه الفكره دي. اوكي. بس الكاتيجوري بتاع النوع ده من البايك اسمه كروزرز. الكروزرز عامه يعني اللي اصلا قعدته بتبقى مختلفه والورا كده والرين بتبقى بعيده، المواتير الثقيله والصوت العالي. تمام. ده الكروزرز، ده الكروزرز بايك. اوكي. رايت. نيجي النوع بقى وسط ما بين الفئتين اسمه تورينج، اللي هو زي بتاع الشرطه. ده اسمه، ده بيبقى ريس على كروزر. اوكي. حاجه في النص، حاجه في النص يعني، بس الهاندل بار بيبقى واقف فوق. اوكي. لان الريس احنا هننام على التانك، هو بيبقى مقلوبين ومقلوبين لقدام. تمام. ايوه. الكروزر احنا قاعدين لورا منتخين، سوري في الكلمه، ومفردين رجلينا وكده يعني مستكانيوس كده، فاحنا عكس بعض. الريس نايم لقدام. تمام. الظهر فيه ريسك عليه شويه. اوكي. بس هو بقى بيحب السرعه، هو بيستحمل. استحمل بقى. مفيش مشكله. اللي انت تقعد مثلا هتطلع طريق 200 كيلو من هنا للساحل، 300 كيلو صعب قوي. بالوضع ده أصلاً. بس هي بالنسبه له كده. ما هو في ميزه وفي عيب لنوع البايك الريس. انا هاخد طريق اللي هروح من هنا لحد مارينا في كام؟ في الكروزر عندي مثلا ساعه ونص. ماكسيمم ساعتين، هو ممكن ياخدها في ساعه الا ربع. واو. لان سرعته ممكن توصل 300. لو معاه طريق نظيف ممكن يمشي على 300 اصلا، مفيش اي مشكله عنده. وطبعا الكلام ده مش لاي حد ياجر بايك ولا يطلع ولا ياخدها من حد من صحابه. لازم تبقى دارسها كويس قوي، معاك ناس، لابس سيفتي يعني بالزبط. الارقام اللي بنقولها دي، سرعه 300 والحاجات دي لناس محترفه بقى لها سنين، بروفيشنال بايكرز طبعا، بقى لها سنين سنين بتركب بايكس وفاهمه هي بتعمل ايه. بالظبط كده. بس هي السرعه، يبقى احنا لو احنا بنحب السرعه بنحب الجري السريع، خلي بالك ان الريس فيه مشكله كمان، ما اقدرش استخدمه جوه المدينه. لان هو البايك اصلا بتاع سرعه. الاول بتاعه بيجيب 90 فيها سرعه. يعني الأول اصلا الاول بتاعه الغيار الاولاني بتاعه بيجيب 80 90 وعايز يجري. فانت هتمشيه زي ما بين العربيات، بيبقى مخنوق. وهي سوري المكنه بتاعته تبقى حاميه شويه، فمحتاجه تتنفس هواء كتير، هواء هواء، فمحتاج يطلع طريق سريع. الكروزر عندي لا، بيمشي في كل حته. المكنه بتاعته هاديه. تمام. ما فيهاش اي مشكله، بتبقى زيها زي مكنه العربيه بالظبط. بس انت مركبه مكنه عربيه على بادي صغير، فالاداء اعلى واقوى. هو مركبه 2000 سي سي، مكنه عربيه 2000 سي سي راكبه على بايك، انت بتتكلمي في قوه 150 حصان او 140 حصان. تمام. الكروزر بيدي سيفتي اعلى. الكروزرز بايك امان اكتر. امان اكتر. تمام. السرعه بتاعتي ممكن توصل 200، تعدي ال 220، توصل 240، بس انا فول سيف. حلو قوي، مفيش اي مشكله. حتى حجم الكاوتش بيختلف، حتى بالنسبه للراكب اللي ورايا برضه. بالنسبه للكروزرز مميز جدا عن الريس. الريس بيتعذب زيه زي الرايدر. الاثنين بيبقوا قلبين لقدام، هما الاثنين لقدام. طب احمد، انتوا عندكم اتحاد للبايكرز؟ اتحاد، في اتحاد وفي كوميونتي وفي الاتحاد المصري للدراجات الناريه، دي الجهه المسؤوله في الدوله، جهه رسميه. احنا متعاملين معاها ولينا كارنيهات عندها، بتطلع لنا كارنيهات وهي بتسهل لنا ايفنتس كبيره جدا. احنا عندنا في ايفنت اسمه البايك ويك، ده مشاركه اجتماعيه معانا مع يوم اليتيم العالمي. تمام. ده الكوميونتي كله بيتجمع على طريق السخنه، وبنطلع رايد لحد مدينه السخنه، ويبقى في حفله كبيره للايتام في اليوم ده. الله. بيبقى حفله كبيره جدا. انتوا بتعملوا حاجات خيريه لذيذه جدا. شور شور. احنا مستشفى سرطان الاطفال طبعا لينا ايفنتس راح جاي عليها، رايحين جايين عليها. وتقريبا لينا اسم هناك عندها الجروب بتاعنا. طيب احنا دلوقتي مثلا عايزين نطلع رايد، بنحضر لها قبلها بقد ايه؟ اولا السيفتي بتاع البايك نفسه. اشيك على الميكانيزم بتاعه، الاجزاء الميكانيكيه بتاعته. الزيت والميه، لو هو تبريد ميه اشيك على الميه. تمام. الزيت انا مغيره ولا مش مغيره، اشوف الميزان بتاعه. حاجات سهله انت ممكن تعمليها كرايدر يعني. مش لازم اروح للميكانيكي. انا ممكن اشيك على الميه والزيت عادي، مفيش اي مشكله. انا بنفسي. عملتها بنفسي خلاص، تشيكت. الكاوتش.
الضبط الهواء، ما ينفعش اطلع رايد الا ما اروح اظبط الهواء اساسا. ايوه لانه يعني هو كاوتش لما بتبقى في عربيه وكاوتش اتفرقع واربع عجلات بيبقى اصلا في ريسك كبير، فما بالك هم اتنين بس. بالظبط انت الريسك عندك صعب. بس نقدر نقول بقى ان نوع الكاوتش بتاع البايك اقوى بكتير من نوع الكاوتش بتاع العربيه. عليه قوه تحمل عاليه جدا، درجات حراره، احتكاك بالاسفلت طبعا. يتحمل الصدمات ويتحمل المسامير والكلام ده اكتر من العربيه. طب احمد انت عندك ولاد؟ طبعا انا تلات بنات. طب لو واحده من بناتك جت قالت لك انا عايزه اركب بايك وانا خلاص انا هو ده شغفي هو ده الباشن بتاعي انا عايزه اركب بايك، انت بقى عارف اللي فيها تمام. انت فاهم القصه كلها واللي فيها وفاهم صعبه وفاهم الحاجات اللي هي ممكن تحصل لا قدر الله ولا حوادث ولا 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 هتوافق ولا مش هتوافق؟ قلب الاب برضو في حته والحبك للموضوع ده في حته. هوافق هوافق هتوافق فور شور. يعني انا اوريدي علمت بناتي على البيتش باجي خلاص بيسوقوه جيت سكي بيسوقوه عربيات بيسوقوها مش اي مشكله. بالنسبه للبايكنج لو حابين يتعلموا اتس اوكي جو هيد هعلمها مفيش اي مشكله. يلا انا عندي بنت الصغنونه يعني هي اول واحده كونكتد معايا اكتر وعايزه تتعلم. ايه ده فعلم. حلوة. طب انا دلوقتي لو حد بيتفرج علينا وغاوي بايكس وما شاء الله وصل ان هو ادفانسد يعني هو شاطر جدا في السواقه وعايز ينضم للكوميونتي بتاعتكم جميل. هل بيبقى في شروط معينه اختبارات انتوا بتعملوها احنا معينة؟ قلنا في كوميونتي وجوه الكوميونتي جروبس. الجروبس لا تمام. الجروب مثلا بتاعكم جميل كل جروب ليه الانستراكشنز بتاعته وليه الرولز الخاصه بيه اللي هو زي قبول حاجات قبول بالظبط مرحله القبول. مرحله القبول دي عباره عن بالنسبه لنا احنا كالجروب الرود هامرز عندنا احنا لينا فور رايدز اربع رايدات يطلع معانا تمام يقعد معانا ويتقابل معانا ويقضي اليوم معانا الديوز بتاعنا معانا تمام وبعد كده بعد فور رايدز البورد بيبتدي يعرض اسمه جوه الواتساب يا جماعه ايه رايكم نعمل عليه فوت ايه ده بالصوره طبعا ما ينفعش هو حد يدخل كده لا او بالواسطه او بالكلام ده لا لا هو بيخرج معانا يقعد يتعامل معانا الاول كلنا يتعرف علينا ونتعرف عليه لان احنا بنكون اصدقاء صح. بنكون عيله بيج فاميلي بس كبيره فاميلي بس كبيره فلازم نشيك عليه في كل حاجه سواء بوزيشن اجتماعي ثقافه تمام اخلاقه طبعا فور شور تمام قريب مننا وزينا اتفضل معانا ويكمل معانا مفيش اي مشكله مش شبهنا مع السلامه لو في دروب في اتجاه معين ما بنقدرش ودي على فكره برافو عليكم ان انتوا بتحافظوا على شكل الجروب بالظبط كده بتحافظوا على الكوميونتي الحلوه دي واهم حاجه احنا عندنا ان هو يبقى يعني جدع ومتحمس قليل لان احنا زي ما بقول لك كده احنا يهمنا قوي اللي احنا نبقى واقفين جنب بعض طبعا يعني مش فكره جروب عشان نطلع ونتصور ويبقى شوي والناس تتفرج علينا لا احنا اصحاب بنخرج مع بعض وبتعملوا حاجه اللي انتوا بتحبوها مع بعض بنقضي يوم جميل في زوجاتنا بتبقى موجوده معانا بناتنا ورانا على البايك اولادنا ورانا على البايك احنا الحمد لله الجروب بتاعنا بدا يطلع السكند جينيريشن الجيل الثاني الله لذيذ من الجروب قوي. بتاعنا فده بيتعرفوا على بعض وهم كمان يكبروا ده جروب. اول ظاهره تظهر في الكوميونتي كلها اوكي يعني مفيش الحمد لله جروب في مصر عنده سكند جينيريشن غيرنا حلو قوي احنا عندنا سكند جينيريشن دلوقتي اللي هو 20 سنه وكده بيركبوا بايكس كلهم مع ابهاتهم اوكي حلو انا والده وهو هو أوكي. بايكر ومعانا في اللي هو طيب الرايد بتاخد وقت قد ايه يعني على حسب مثلا انتوا طالعين فين ولا انتوا كده كده بتحطوا لها مده ان هو احنا يا جماعه عندنا ستوب هنا وستوب هنا وستوب هنا فبنبقى عاملين الخطه بتاعه الرايد مدتها قد ايه تمام احنا عندنا شورت رايدز او شورت تريبس ولونج تريبس رحله قصيره ورحله طويله رحله قصيره زي السخنه بتاخد ساعه البروجرام بتاعها بيبقى بينزله البورد هناخد هنقعد ريست في المكان المعين عشان مثلا لو زي كده في صلاه جمعه هنا هننزل نصلي هنكمل في ريست تاني عشان يتعمل ريفيولينج قهوه وبعد كده المطعم الفلاني هنقعد في المكان الفلاني نتغدى والكلام ده كله البروجرام ده كله نازل على الجروب فكلنا قريناه اوريدي صح فهنلتزم بيه عملت جوينج يبقى انا كده هشارك في الرايت ماشي هلتزم بالمواعيد بتاعته احنا بقى هتلاقينا صاحيين الساعه 6 الصبح يوم الجمعه اللي هو يوم الاجازه بتاع الناس كلها احنا بنصحى الساعه 6 الصبح عشان ننزل اجهز البايك واجهز لبسي واجهز الفورم بتاعي واجهز البايك والكلام ده كله وابتدي اروح لنقطه التجمع اللي هي مثلا سي ماستر السخنه قبل البوابات لو احنا طالعين على اللي هي دي شورت تريب رحله قصيره رحله طويله عندنا الغردقه جونه مثلا الغردقه مثلا فور دايز ثري نايتس مثلا دي بتبقى لونج تريب ليها تجهيزات تانية خالص ازاي بقى هقول لك مثلا احنا الفورميشن بتاعنا يبقى لازم عاملين حسابنا على عربيه صيانه بيطلع معانا شخص فني تكنيكال مراقب العربيه
بيطلع معانا عربيات كامله مجهزه. أوكي. تمام. عربيه تانية بتشيل شنط. لان احنا رايحين نقعد 3 ايام 4 ايام بالظبط. تمام. حسب الشنط فين. صح. ففي عربيه مجهزه للشنط. في عربيه للصيانه. عربيه وينش مفيش. في عربيه سيفتي. تمام. في عربيه خاصه بالسيدات زوجات الاسر بقيه الاسره. هو الاب هو سايق البايك، بقيه الاسره هتطلع في عربيه مخصوصه. تمام. فكل التجهيزات دي برضو بنجهزها. مفيش العكس ما انتوا عندكم ستات بتبقى جوزها. لو هي تبقى هي راكبه البايك معاها، راكبه بايك تاني. اوكي. يا اما وراه يا اما راكبه بايك تاني. اوكي. لسه اقول لك ممكن عادي مراتك تبقى راكبه. شور. ما انا بقول لك احنا زوجاتنا بتبقى راكبه ورانا وبناتنا. في ستة هتستحمل 5 ساعات على لا لا في وفي بتسوق. ايوه انا بقول اللي بتسوق دي جوزها بيبقى راكب عربيه جنبها ولا ايه؟ لا في بتسوق عادي. قدرات. لغايه الريست مثلا تنزلني لغايه. انت بتقولي عشان ما سوقتيش. خلي بالك اقول لك حاجه، اللي ما دخلتش بالظبط اللي ما جربش المتعه بتاعت البايكنج تمام، وحتى لو ما ركبش ورا حد او هو ساق الكلام ده كله، مجرد طلعتين بعد كده هتلاقيه هو اكتر واحد عنده شغف ان هو يركب تاني. ده حقيقي. بس انت عشان ما كسرتيش حاجز الخوف. انا يمكن عندي فوبيا من بالظبط، هي دي المشكله. كمان انا قلت في الاول النضاره بتاعت الدموع فعلا، هي انت مع الهواء انت الهلمت. الهلمت فيها خوذه فيها غالبا بالضبط. انا كل المرات اللي ركبت فيها موتوسيكلات ما كانش فيها اي سيفتي. لا يبقى انت عشان اتعذبتي. الحمد لله انت قاعده معانا على الكنبه بالظبط، انت عديتي كده الحمد لله. الحمد لله. انا دايما بعمل ادفايزنج للناس اللي هي بتركب سواء ورا تمام كجست، او انت مثلا واحد بيركب مع صديقه والكلام ده كله، لا لازم تعمل السيفتي بتاع اللي سايق نفسه. لازم. انت برضو داخله مغامره، هي ادفنتشر، فلازم طبعا اكون مستعد لها استعداد تام. بالاخص السيفتي. على فكره هي شبيهه قوي بالسكاي دايفنج، انت نفس الاحساس بتاع اللي هو الهواء اللي في وشك وزي اللي بيجي والباراجلايدنج ما هي نفس وزي الدايفنج. هو في حد يقدر يعمل دايفنج بدون اسطوانه اكسجين؟ لا طبعا. طبعا. بس ممكن ينزل اسطوانه اكسجين، لو اسطوانه مثلا ممليه لحد النص هيبقى في مشكله عنده دروب. صح. فهي كده لازم يعمل يشيك على كل السيفتي جير بتاعه. غالبا اللي بيحب المغامرات بيحب كل الحاجات. أيوة. دي لان انا برضو اخدت كورس دايفنج يعني كل بالزبط. الحاجات اللي بيحب المغامرات بيغامر في كل المغامرات. ايوه بالظبط كده، هو البايكر عنده حب للادفنتشر. بس هي اختلافات، في ناس تحب بري، في ناس تحب جوي، في ناس تحب ميه، يعني هو كل واحد هيبقى عنده الباشن بتاعه في المغامره هو عايزها فين. في ناس تحب قوي الميه، في ناس تحب انا احب الهواء. لا انا احب باراجلايدنج وسكاي دايفنج ما اخافش، بس حطوني على الارض اخاف، حاجه غريبه جدا. طب انت العكس، انت الناس كلها يعني مامنه نفسها على الارض. انت فوق الارض. لا انا احب اطير مبسوطه بس على الارض لا. طب انت كده يبقى خايفه من البايك في ايه بقى؟ ده البايك ماشي على الارض. ايوه البايك بسيط بالنسبه للي انت بتعمليه سكاي دايف. لا انت عايزه ايه اكتر من كده يعني؟ بالظبط كده. احنا بجد اتبسطنا معاك جدا. ده انتوا اللي شرفتونا والله، احنا اتشرفنا بوجودنا معاكم. حمستني كمان واديتني حته اللي هو جربي واي نوت يعني. بالظبط. يعني تجربه. ايوه بالظبط. بس انا هقول لك اهو قدام اهو عشان تبقي شاهده، انت اللي هيجرب بيعطول بيخش بيكمل. طب بجد انا عايزه اسال بقى سؤال كمان. تفضل. نصيحتك لاي حد عايز يبدا او شويه نصايح قبل ما يشتري البايك يروح يشتري السيفتي. اوكي. هيلمت، كفر للكوع، كفر للرجل، ده البيسك الاساسي اللي هي ابسط انواع السيفتي. تمام. يختار نوع البايك ازاي بقى؟ انا هعمل ريكومنديشن للكروزر. هشجع الكروزر اكتر بالريس عشان هو واخد النص. انت لا الكروزر بتاعنا التقيل. لا التقيل. اوكي. عشان ده نسبه السيفتي بتاعه بتوصل حوالي 95%. اوكي. نسبه الريسك بتاعه 5%. ماشي. تمام. الريس اعكس النسبه. بس على فكره بيتهيألي حتى كمان في السعر الكروز اغلى. بس هو في الاول والاخر زي ما بقول لك كده، الكروزرز عامل ريكومنديشن عليها كويس جدا. اقلق شويه من الريسر. يعني الريس ما بنصحش بيه انا شخصيا. بسوقه كل حاجه تمام تمام، بس بقلق منه. ما بحبوش قوي. بقلق منه لان هو في مشكله. الريس هو مشكله ان هو بيعمل اوبليجيشن ليكي، بيزقك ان انت تجري. ما ينفعش امشي بيه بالراحه. انت لو انت مشيتي بالراحه هو هيمشي وهيسيبك. اولاني والله. بس بقول لك انت، ما هو انت بقى لو اديت اول هو هيمشي وهيسيبك. طول ما انت خانقاه بالفرامل هو عايز يمشي. انت سيبي الفرامل بس هتلاقيه بيجري. بالظبط. اللي هو سيبيني. ايوه بالظبط. أيوة هو عايز يجري. أيوة. طب احمد اخر حاجه تقول ايه بقى للاهالي اللي هي ماسكه محجمه اولادها بالعافيه انه لا مش هتسوقوا موتوسيكل ابدا؟ نديهم نصيحه بقى. لا الناس خايفين عليهم طبعا. الناس يعني. هقول لحضرتك حاجه، القلق القلق موجود في كل حته. يعني نطمنهم ونقول لهم ايه ما هو اللي بيسوق عربيه ممكن يتعرض لاي حاجه. صح.
اللي بيسوق عجله يعني اللي بيسوق عجله بيتعرض لاي حاجه تمام. فهو نفس الريسك، الريسك مشترك ما بين، طالما انت نزلتي من البيت انت معرضه لاي ريسك سواء سايقه او ماشيه على رجلك او اي حاجه. خرجت من البيت خلاص انا كده في ريسك تمام. فما يقولش ان البايك هو المشكله الكبيره، لا لا، شجع ابنك. بالعكس هي هي تعتبر رياضه يعني، بلس ان هي هوايه هي رياضه تمام. لو انت شاب في مقتبل العمر عنده لسه طالع 20 سنه، لسه خريج جديد من الجامعه وكده، لو هو دخل في الكوميونتي ده، الكوميونتي ده بيتعامل مع ناس جميله جدا، هيتعلم منهم خبرات طبعا، هيقعد مع اصحاب شركات، هيبقى الليفل بتاع اصحابه عالي جدا، هياخد من هيكتسب منهم خبرات كتيره قوي طبعًا. في كل الاتجاهات طبعا هيتعلم من الناس. يعني احنا زي ما قلنا حضرتك كده، الجيل الثاني من عندنا قاعد معانا احنا، فبيتعلم مني وبيتعلم من صاحب باباه وبيتعلم كده، انتوا بتحتوهم كمان وبيبعد عن الاتجاه الوحش السلبي اللي هي كل اسره قلقانه اصلا ان ابنها يمشي فيه. صح، دي حقيقه. احنا بناخد وقت. شجعتنا يا استاذ احمد بجد والله، وكلامك جميل ومطمئن جدا، ونورتنا في عيد سعيد. تحت امرك ان شاء الله بقى، شرف لينا فندم. انا وصهر نبقى نطلع معاكم رايد، الرايد الجاي بس اكيد وراكم يعني، راكبين وراكم اكيد يعني، اكيد. ميرسي جدا، اتشرفنا بيكم وفرصه سعيده جدا. شكرا ليك استاذ احمد، نورتنا في عيد سعيد. وانا عن نفسي انا بحب الموتوسيكلات جدا. اسم البرنامج جميل ومشجع على فكره، يعني عيد سعيد، واحنا ده اصلا هدفنا، يعني البايكنج هدفنا ان احنا نعيش سعيد، واحنا هدفنا دايما ان احنا نشجع الناس اللي تعمل حاجات مختلفه وحاجات بتحبها. بنقول لهم جو اون، احنا معاكم في اي حاجه انتم بتحبوها. ويا ريت بقى الناس ما تخافش من الموضوع اللي هي هيركب موتوسيكل مش هيركب موتوسيكل، لا، هو الريسك زي ما قلنا يعني بيد الله، يعني العمر بيد الله. ربنا يستر خالص. يا رب تكونوا اتبسطتوا بحلقه النهارده واستفدتوا منها. ضيوفنا النهارده كانوا مميزين جدا جدا، يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده في عيش سعيد. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. باي باي. عيش سعيد لون حياتك بإيدك.